بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صباحكم الله بكل خير يا شباب. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على بقية الكونجيوجيشن رياكشن أور فيز 2 ميتابوليزم، اللي هو عملية الكونجيوجيشن. قلت زي ما قلنا، كل محاضرة وكل فيديو بنبدأ بهذا الجدول. عندي conjugation reaction، عندي glucuronidation، عندي السلفيشن، عندي الامينو اسيد conjugation، عندي اخونا الجلوتاسيون conjugation، ثم بعد كده عندي تفاعل رقم 2، عندي ميثيليشن، وفي عندي اسيتيليشن. طيب، قلت عندي اخونا الجلوكورونيديشن، يعني الجلوكورونيك اسيد اللي جاي من الالفا دي جلوكوز 1 فوسفيت، في وجود اكتيفيتد كو انزيم بحول الالفا دي جلوكوز 1 فوسفيت، بفعله حتى يوصل الى اكتيفيتد كو انزيم اللي هو الاكتيف فورم للجلوكورونيك اسيد اللي هو يوريدين داي فوسفيت جلوكورونيك اسيد، يوريدين داي فوسفيت جلوكورونيك اسيد. تمام، زي الفل. طيب، قلت لك الانزيم اللي هو في الاخر خالص في الخطوه الاخيره عشان يعمل لي عمليه الكونجيوجيشن او الجلوكورونيديشن، سواء كان عندي الدراج بيحتوي على او اتش جروب اللي طلع لي من فيز 1، او الدراج اوريدي موجود في هذه المجموعات، اور اس اتش او كربوكسيليك اسيد جروب او امينو جروب، كل دولت قلنا بيشتغلوا از نيوكليوفايل. ال ان اتش دول ان عليها لون بير، كربوكسيليك اسيد الاو اللي ماسكه في الاتش عليها لون بير، وبيبقى كمان عليها شحنه سالبه. الاس عليها لون بير بتاعه السايول، او بقول عليها السايوهايدرال او الميركابتان، وديت الاو اتش بقول عليها الهيدروكسيل جروب. الهيدروكسيل جروب زي ما احنا عارفين، يا اما تكون اليفاتيك يا اما تكون اروماتيك. الاروماتيك ده لما يكون الاو اتش متصله باروماتيك سيستم، يعني اس بي 2 هايبريدايزيشن سايكليك بلانر وبي هوكلز رول وكونجوجيتد وستابلايزد باي ريزونانس، كل الكرايتيريا اوف الاروماتيستي. الكهوليك يعني الاو اتش متصله بكربون اليفاتيك سايد تشين، يعني الكربون اس بي 3. الانزيم اسمه يوريدين داي فوسفيت جلوكورونايل ترانسفيريز، لان بجيب عندي الدراج بتاعي بيجي يشبك في ترانسفيريز، يعني الناقل. كل دولت في عمليه الكونجوجيشن تيجي تبص هتلاقوا فيهم كلمه ترانسفيريز اهو، سلفو ترانسفيريز، يوريدين، يوريدين داي فوسفيت جلوكورونايل ترانسفيريز، ميثايل ترانسفيريز، اسيتايل ترانسفيريز، جلوتاسيون اس ترانسفيريز. طيب، يبقى ده كده جلوكورونايل ترانسفيريز، قلت لك ده عباره عن اس ان 2 رياكشن، والدراج عندي بيمسك فيه جلوكورونيك اسيد في البوزيشن اللي هو البيتا بوزيشن، واليوريدين داي فوسفيت جلوكورونيك اسيد، اليوريدين داي فوسفيت كان ماسك في الجلوكورونيك اسيد ات الالفا ايه؟ الالفا بوزيشن. علشان كده بنقول عمليه الجلوكورونيديشن كلها بقول لك عباره عن بيتا، او بيتا جلوكورونيديشن، اس بيتا جلوكورونيديشن، او برضه بتاعت الكربوكسيليك اسيد بيتا جلوكورونيديشن، ام جلوكورونيديشن، سلفر اس جلوكورونيديشن. يبقى كل واحد حسب الايه؟ حسب النيوكلوفايل او الاتوم اللي هتمسك عندي في الجلوكورونيك ايه؟ في الجلوكورونيك اسيد، فبسميها بقول اس او 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 ان بيتا جلوكورونيديشن. وفي بعض الاحيان الرير قوي في عندي حاجه اسمها سي جلو بيتا برضه جلوكورونيديشن. اتكلمنا بعد كده على السلفيشن، الانزيم سلفو ترانسفيريز، يعني بينقل عندي السلفيت جروب، السلفيت جروب. والسلفيت جروب لما خدنا الميكانيزم وشرحناه، كل اللي باخده منها اللي هي الاس او 3، السلفيت يعني اس او 4، باخد منها الاس او 3 واقوم شابكها عندي في الدراج بتاعي على مود ان انا ازود، زي ما احنا عارفين في فيز 2 ازود البولاريتي كلش على مود ان الدراج عندي يحصل له عمليه الاكسكريشن. عن طريق برضو كو الاكتيفيتد كو انزيم اسمه 3 فوسفو ادينوزين، يعني عند 5 فوسفو سلفيت، قلنا اسمه البابس. البابس ده 3 فوسفو ادينوزين، انا عندي الادينوزين اللي هو الشوجر اللي هو البنتوز شوجر، عندي في البوزيشن رقم 3 في عندي فوسفيت جروب،
وفي عندي في البوزيشن رقم 5 في عندي فوسفيت جروب ومتصل بها الصلفيت جروب. يبقى كده معناها كلمة 3 فوسفو أدينوزين 5 فوسفو صلفيت اللي هو البابس. يبقى ده اللي هو الايه الاكتيفيتد انزيم. يبقى الصلفيت بيكون موجود على الشكل ده اللي هو 3 فوسفو ادينوزين 5 فوسفو صلفيت اللي هو البابس. انما صلفيت لوحده كده لازم يحصل له عمليه مين؟ عمليه البايو اكتيفيشن، يكون على هيئه الاكتيفيتد كو انزيم زي ما في حاله بالظبط مين؟ زي ما في حاله بالظبط الجلوكورونيليشن. الدراجز اللي عندي بتحتوي على المجموعات اللي هو اوريدي موجوده في الدراج او طلعت له من فيز 1 اللي بنقول عليها كل مره الودان، الاو اتش، الان اتش 2، الاس اتش، السلفيشن ما فيش فيها زي ما بنقول الكربوكسيليك اسيد جروب، انما الكربوكسيليك اسيد جروب موجوده في مين؟ موجوده في الامينو اسيد كونجيوجيشن، بس هي الكربوكسيليك اسيد جروب بتشتغل على سواء كان جلوتامين او جلايسين بيشتغلوا على الدرج اللي بيحتوي على كربوكسيليك اسيد جروب وبس، بيعملوا معاه عمليه الكونجيوجيشن. النهارده ان شاء الله تعالى هناخد الميثيليشن وهناخد الاستايليشن وهناخد الجلوتاسيون كونجيوجيشن. لما نفتكر الجلوتاسيون قلت لك الجلوتاسيون لا يحتاج اي اكتيفيشن. الراجل ده بيشتغل على مين؟ بيشتغل على الحاجات اللي احنا قلناها في فيز 1 لما كنا بنقول عندي ارين اوكسيد، او بنقول نعمل عندي اروماتيك هيدروكسيليشن. اروماتيك هيدروكسيليشن كان منتج عني ارين اوكسيد. ارين اوكسيد ده الانترميديت ده كان كلش رياكتف. لو جبناه بسرعه كده اول حاجه قلناها في فيز 1 اللي هو ده طلع عندي لما عملت اروماتيك هيدروكسيليشن اداني الارين اوكسيد. كنت بقول لك في ثلاثه باص واي قبل عمليه الكونجيوجيشن، ممكن الراجل ده يحصل له عمليه اسبونتينيوس ريارنجمنت ويديني الارينول. يحصل له هيدروليسيز بالايبوكسيد هيدروكسيليز ويديني اللي هو الداي اول والترانسفورم. او ان هو يرتبط مع الجلوتاسيون، الجلوتاسيون جي اس اتش ديت اللي هو بقول عليها ريديوس دي فورم. الجلوتاسيون له تو فورم، ريديوس دي فورم واوكسيدايز دي فورم. ده الريديوس دي فورم اللي هو جلوتاسيون اس اتش اللي بيحتوي على هيدروجين. الراجل ده هيروح فين؟ هيروح زي ما دول اتفعلوا بالظبط وشرحناهم بالتفصيل. الاو هايلي رياكتيف، الايبوكسيد هتاخد الرابطه اللي بينه وبين الكربون يبقى عليها شحنه سالبه. عليها شحنه سالبه هتاخد من هنا الاتش، يبقى يتبقى عندي مين؟ الاس جي. ادي الاس جي، قلت لك المفروض ده تترسم اس وبعدين جي لان الاس هي اللي عليها الشحنه الايه؟ عليها الشحنه السالبه اللي هو الاتوم اللي عندي اللي هي السلفر اتوم. كده الراجل ده عمل له ديتوكسيفيكيشن واداني جلوتاسيون الضغط. بيحصل له عمليه اكسكريشن. وهنتكلم النهارده بالتفصيل بقى ازاي عمليه الاكسكريشن بتتم، وهل بتتم هل الجلوتاسيون كله على بعضه، وهنشوف الاستراكشر بتاعه شكله ازاي. الاستراكشر بتاعه شكله ازاي. كده التلاته دولت ما فيش اي مشكله خالص. لا قدر الله لو انا عندي الارينوكسيد كميته كلش كتيره والباس واي بتاع الاسبونتونيوس ريارنجمنت يدين الارينول والهيدروليس يديني الترانس داي هيدرو داي اول، او الجلوتاسيون ديتوكسيفيكيشن يديني الجلوتاسيون الضغط. كلمه الضغط ان الجلوتاسيون كلش كبير لا بيبقى ماسك بالدراج اللي عندي، ده جزء من الدراج ار ديت باقي الدراج باقي الدرج، فالجزء ده اللي موجود عندي من الدرج. لو ما طلعش بواحده من الثلاثه دولت مفيش قدامه، لان هو الراجل ده لما قلت لك الاو سحبت الاسره بقى الكربونه ديت هايلي الكتروبوست في سبيشيز، هايلي الكتروفيليك. هايلي الكتروفيليك ليه؟ لان الكربون هذه، كربون هذه اصبح حولها كم اسره؟ واحد اتنين. وبعد ما الاو خدت الاسره ديت اللي بينها وبين الكربون وبقى عليها شحنه سالبه، ما تنساش ان الهيدروجين الكربون اللي هنا ده متصل بهيدروجين، يعني معناها ان الكربونه ديت كل اللي حواليها دلوقتي بعد ما الاو خدت الاسره اللي بينها وبين الكربون حواليها 3 بوند. 3 بوند يعني كام؟ يعني 6 الكترون. طب 6 الكترون دولت بيساووا كام اسره؟ بيساووا 3. والمفروض الكربون حواليه كام بوند؟ حواليه 4، يبقى كده ناقصه أسرة كاملة، يبقى هايلي الكتروفيليك، يعني جعان الكترونات. قلنا الكتروفايل ده الاختصار بتاعه، حاجة أو عليها شحنة كومبليت بوست في تشارج. في عندي بارشال بوست في تشارج، شحنة موجبة كاملة وشحنة موجبة جزئية.
اللي عندي ده شحنه موجبه كامله، يعني هايلي الكتروفيليك، بقول لك جعان الكترونات. يبقى ايه الحل؟ الحل اي حاجه فيها شحنه سالبه هيروح يتفاعل معاها. الشحنه السالبه اللي عندي موجوده فين؟ قلت لك كلام معادله مقرر في الماكروموليكيول، المركبات الكبيره زي البروتينز، زي الريسبتورز لحركة الادراك بيرتبط عليها، والنيورو ترانسميتر اللي ربنا خالقها الطبيعيه بترتبط عليها. في عندي الدي ان ايه والار ان ايه بتاعت الماده الوراثيه اللي موجوده عندي، هيرتبط بيها بالنيتروجينس بيزس بتاعتها، فبالتالي هيعمل عندي عمليه ميوتيشن يدي الى كارسينوجينيستي، يدي الى تراتوجينيستي. يعني والكلام ده بيحصل عن طريق فيري سترونج كوفيلنت بوند، يعني رابطه تساهميه كلش قويه، يعني مش هينفكوا عن بعض ولا بالطبل البلدي زي ما بنقول بالمصري كده. لازم حد يموت التاني، الريسبتور هيبوظ زي ما قلت لك، هيحصل النيتروجين اسبيس هيتغير شكلها، فهيكون لي خلايا اب نورمال سيل تؤدي الى كارسينوجينيستي، تؤدي الى تشوهات في الجنين تراتوجينيك، يعني كلش مصايب. يبقى فربنا خلق لنا الجلوتاثيون ده عشان اللي خرج عندي من الاثنين اللي فاتوا دولت ما يعديش منه ويروح للماكرو مولكيول. لو كانت الكميه كبيره والجلوتاثيون ما قدرش عليه، يبقى لا قدر الله هنخش في الايه؟ في الباس واي الرابع ده اللي هو مرتبط مع ماكرو مولكيولز اللي هي البروتين وازاي والدي ان ايه والار ان ايه والريسبتور والكلام ده كله، والانزيم اللي موجوده كلها عباره عن بروتين انيتشر ومصدر للالكترونات. فأي حاجة، وزي ما قلنا في الباراسيتامول، قلت لك الباراسيتامول أو البنادول بيحصل له برضو عملية الميتابوليزم بالفيز 2 بعملية السلفيشن، بعض الأحيان بينتج عند حاجة اسمها الناترينيوم أيون. الناترينيوم أيون ده لما خدناه كان عليه كومبليت بوست في تشارج، كان عليه كومبليت بوست في تشارج برضو، يعني هيعمل معاك برضو نفس العملة بتاعت الأرين أوكسيد. نفس كلام مين يا شباب؟ الارين اوكسيد الراجل اللي قدامنا ده. بعد عندي الباراسيتامول او الفيناسيتين اتحول بباص واي برضه، احنا بنقول ان هو كلش امن، بس الفيناسيتين ممكن يتحول الى ان هيدروكسي فيناسيتين. ان هيدروكسي فيناسيتين، الان هيدروكسي فيناسيتين ده بيحصل له عمليه سالفيشن ويديني الاو سالفيت كونجوجيت بتاع الان هيدروكسي فيناسيتين اللي هو قدامي ده. كل اللي انا عملته، عملت او وحطيت عليها الاس او 3 اللي قلت لك بتيجي من عمليه السلفيشن، اس او 3 ماينس بقى كلش بولر. بس المشكله في ايه؟ المشكله ان الاس او 3 هتخرج، الاس او 4 هتخرج كلها على بعضها، الجزئيه دي كلها اس سلفيت. بقت الان يعني السلفيت خدت الاثر اللي بينها وبين الان، بقى الان عليها شحنه موجبه، الان عليها شحنه موجبه ومتصله بحلقه بنزين، هتعمل ايه؟ هتسحب الالكترونات من حلقه البنزين لانها عاوزه الكترونات، لأنها بقول عليها الكترون وذدروينج جروب، عليها شحنه موجبه. فهتسحب من حلقه البنزين باي بوند، اصبح عندي هنا كومبليت بوزيتيف شارج. الناترينيوم ايون ده هباتو توكسيك ونيفرو توكسيك، يعني راجل توكسيك للليفر وتوكسيك للكدني. كلمه الهباتو توكسيك ونيفرو توكسيك يعني معنى ذلك هيعمل زي اللي عمله بالظبط الارينوكسايد. هيرتبط بماكرو مولكيول، هيرتبط بريسبتور، هيعمل لنا نفس الايه؟ نفس المصايب. فالراجل ده مين اللي بيشتغل على الخلايا بتاعه الليفر الهيباتوسايت؟ هيبقى هيعمل لي هيباتوتوكسيستي، وعلى الكدني هيعمل له برضه، هيعمل لي كدني او بقول عليها نيفرو توكسيستي. كل ده ليه؟ النتيجه ان انا عندي كومبليت بوست في تشارج. الكربونه ديت متصله بقصرتين هما، وفي واحده هيدروجينه مش مرسومه، يبقى معنى ذلك الكربونه ديت حواليها كام الكترون؟ حواليها 6 الكترون، مش حواليها 3 بوند، البوند ب 2 الكترون، يبقى حواليها 6 الكترون، يبقى ناقصها 2 زيها زي الارينوكسايد، يبقى جعانه الكترونات، يبقى هتروح للاماكن اللي فيها الكترونات، البروتين دي ان ايه الار ان ايه، وهتعمل لي ايه؟ وهتعمل لي هذه التوكسيستي. فربنا خلق عندنا بقى عمليه الكونجيوجيشن، الجلوتاثيون ده الجي اس اتش اللي هو الريديوسد فورم، الريديوسد فورم بيحصل عندي كونجيوجيشن بالجلوتاثيون. في الاخر خالص عمليه الكونجيوجيشن بعد ما برتبط بالجلوتاثيون، الدراج بتاعي بيتحول الى حاجه اسمها ميركابتو يوريك اسيد كونجيوجيت، وهنشوف شكل الميركابتو يوريك اسيد ده شكله ازاي. المهم الاول خالص، انا عندي الجلوتاثيون في الريديوسد فورم ده الشكل بتاعه، الشكل بتاع الجلوتاثيون ريديوسد فورم.
الراجل ده عبارة عن، بقول عليه سريع بيبتايد، عندي ثلاثة أمينو أسيد. الأولاني ده بقول عليه كلمة أمينو أسيد زي ما اتفقنا مبدئيا، عندي كربوكسيليك أسيد جروب وعندي أمينو جروب، عشان كده بقول عليه أمينو أسيد. وعندي هنا ديت الألفا كربون اللي السهم عليها، وديت بيتا وديت جاما. فالراجل ده اسمه جاما جلوتاميك أسيد. جلوتاميك أسيد يعني إيه؟ يعني الراجل ده المهم احنا مش عايزين القلم كتير. الجزء اللي عندي ده يا شباب ادي عندي كده كده بقول عليه امينو اسيد، عندي سي اتش 2، سي اتش 2 طالعه من الكربون الالفا ديت، سي اتش 2 سي اتش 2 سي او او اتش، قبل ما اكون البيبتايد لينكج ديت سي او او اتش، الراجل ده بقول عليه جاما جلوتاميك اسيد. جاما ليه؟ لان دي الفا، الكربونه اللي بعد الالفا ديت المفروض ان ديت تبقى الفا بيتا جاما، يبقى بقول عليه جاما جلوتاميك اسيد. جاما جلوتاميك اسيد الالفا دي المفروض على الكربونه اللي بعد الكربونيل جروب، يبقى دي الفا بيتا المفروض، يعني في عندنا دلتا وعندي هنا ايه يا شباب، وعندي هنا جاما، عشان كده بقول عليه جاما جلوتاميك اسيد او جي ال يو، اختصار مين؟ اختصار الامينو اسيد اللي هو الجلوتاميك اسيد، من الاسم كده جلوتاميك اسيد يعني امينو اسيد يحتوي على كربوكسيليك اسيد جروب زياده عن اللي هي الاوريدي موجوده فيه، اللي هي ال ان اتش 2 والسي او اتش، لان ده مصنف ان هو امينو اسيد اسيدك، يعني يحتوي على اسيد الجروب، فعندي سي او، وقبل ما يعمل لي البيبتايد لينكج مع السيستاين ديت فعندي او اتش كمان. تمام. في عندي امينو اسيد اخر اسمه السيستاين، اختصاره سي واي اس، الراجل ده عباره عن السيستاين، بقول عليه سلفر كونتيننج امينو اسيد. امينو اسيد يعني ايه؟ ال ان اتش ديت كانت في الاصل ان اتش 2، لما ارتبطت مع الكربوكسيليك اسيد والجروب بتاعت الجلوتاميك اسيد ديت، جلوتاميك اسيد فقط او اتش، وال ان اتش 2 فقرت اتش خرج عند ماي وكون عند البيبتايد لينكج هذه. وفي عندي اهوت برضو منه اهوت الجزء بتاع اهوت الحدود بتاعته، سي او ديت كانت عباره عن ايه؟ سي او او اتش قبل ما ترتبط مع الجلايسين، يبقى ده بقول عليه سلفر كونتيننج امينو اسيد. السايد تشين بتاعته عباره عن ايه؟ سي اتش 2 اس اتش اهو، سي اتش 2 اس اتش. الجلوتاميك اسيد احنا قلنا الجزء ده اسمه سايد تشين، السايد تشين بتاعت الجلوتاميك اسيد ايه؟ سي اتش 2، سي اتش 2 سي او او اتش. سيستاين السايد تشين بتاعته التفرع ده سي اتش 2 اس اتش، واحنا متفقين ان كل امينو اسيد يحتوي على كربوكسيليك اسيد جروب وعلى امينو جروب. ديت في الاصل كانت كربوكسيليك اسيد، بس جت مع امينو اسيد بعدها يحتوي على ان اتش 2، خرجنا منهم ماي وكون عند بيبتايد لينكج. وهنا نفس الكلام، الجلوتاميك اسيد سي او او اتش مع ان اتش 2، خرجنا او اتش من الجلوتاميك اسيد مع اتش من السيستاين فكون عند البيبتايد لينكج وخرجنا ماء. يبقى الراجل ده بيقول عليه سلفر كونتيننج امينو اسيد السيستاين، جلوتاميك اسيد كربوكسيليك اسيد امينو اسيد، كربوكسيليك اسيد ديريفاتيف للامينو اسيد يعني بيحتوي على كربوكسيليك اسيد جروب، وفي عندي سايد تشين 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2. الامينو اسيد الثالث، علشان كده بقول على الجلوتاسيون ده بقول عليه تراي بيبتايد، تراي بيبتايد تشين، ثلاثه امينو اسيد. الجلايسين ده اللي هو السيمبل امينو اسيد، الجلايسين اللي هو ايه؟ سي اتش 2 وطالع منه كربوكسيليك اسيد جروب وطالع منه ان اتش 2، ده ابسط امينو اسيد. سي اتش 2 طالع منها سي او اتش وطالع منها ان اتش 2. يبقى ده الاستراكشر بتاع الجلوتاسيون في الريديوزد فورم. الاوكسيدايزد فورم يا شباب بيبقى عند الاس ديت وماسك فيها نفس الجزيء الاخر من الايه؟ الجلوتاسيون ده، يعني ديت وماسكه في اس ثانيه زيها ونعيد نفس الاستراكشر ده ثاني. يعني اس هيبقى عندي شرطه اس كده، وبعدين عندي الاستراكشر بتاع السيستاين ده وماسك في هنا جلايسين وماسك في هنا على شماله اخونا الجلوتاميك ايه؟ الجلوتاميك اسيد. يبقى ماسكين، يبقى الاوكسيدايزد فورم عندي اس سنجل بوند اس وعد الاستراكشر يقلبه الناحيه الثانيه، يبقى ده اسمه اوكسيدايزد فورم. الريديوزد فورم اللي قدامنا هذا، مش احنا لما بنفقد هيدروجين يبقى اسمها اوكسيديشن، فالاوكسيدايزد فورم بيبقى عندي اس سنجل بوند اس والسيستاين اعيده ثاني واعيد ثاني نفس الاستراكشر ده فوق ثاني.
فهذا اللي قدامي عباره عن ريديوس ديفورم، عشان كده بقول جلوتا سيون تراي بيبتايد امينو اسيد او تراي بيبتايد تشين، فيه ثلاثه امينو اسيد، جلوتاميك اسيد، سيستاين ده بقول عليه كاربوكسيليك اسيد ديريفاتيف، ده بقول عليه سلفر كونتيننج امينو اسيد، في عندي اليفاتيك سايد تشين سي اتش 2، الراجل ده فيه اليفاتيك سايد تشين الجلوتاميك اسيد 2 سي اتش 2، الجلايسين اللي هو ابسط امينو اسيد ربنا خلقه. كده عرفنا الاستراكشر يا شباب بتاع الجلوتاسيون. ادي الجلوتاسيون اللي احنا بنقول عليه، ادي الجلوتاسيون اللي قدامي ده عباره عن ايه بقى من شرحنا؟ الراجل اللي قدامي ده لغايه هنا كده ده عباره عن مين؟ عباره عن الجلوتاميك اسيد. ده الجلوتاميك اسيد اهو، ادي عندي سي متصله بامينو متصله بكربوكسيليك اسيد، قلت لك عندي سي اتش 2 سي اتش 2 سي او او اتش، فده عملت لينكج بيبتايد لينكج مع الامينو جروب اللي جنبها بتاعه السيستاين امينو اسيد، وده الامينو اسيد الثاني اللي هو السلفر كونتيننج امينو اسيد، امينو اسيد بيحتوي على سلفر اهو، وفي عندي بريدج اهوت سي اتش 2 او اليفاتيك سايد تشين، الكلام اللي احنا لسه قايلينه حالا يعني. ماشي يا شباب، وديت السي او السي او ديت جايه منين؟ جايه من الكربوكسيليك اسيد جروب يم الجلوتاميك اسيد، وعندي 2 سي اتش 2 اهو واصلين عندي في ده في الالفاتيك سايد تشين او الريزيدو اللي عندي، وانا عندي ادي الامين اسيد الاخير اللي هو عباره عن الجلايسين سي اتش 2 سي او اتش ان اتش 2. طبعا قلت لك الكربوكسيليك اسيد جروب بتاعت السيستاين مع الان اتش اللي هنا، ده فقره هيدروجين وده فقره او اتش، فكون عندي هنا بيبتايد لينكج، وكون عندي هنا بيبتايد ايه يا شباب؟ بيبتايد لينكج ماسكه الامينو اسيد مع بعضها. نيجي بعد كده بقى، ما يجي الراجل ده ما يجي هيمسك دلوقتي ده جلوتاسيون، احنا قلنا جلوتاسيون ده جلوتاسيون ده قلنا عباره عن تراي بيبتايد يحتوي على جاما جلوتاميك اسيد ابقى اقول عليها جاما جلوتومايل، في عندي سيستاين امينو اسيد ابقى اقول عليها سيستينايل سيستاين امينو اسيد، وفي عندي جلايسين امينو اسيد. طيب الراجل ده زي ما قلت لك الراجل ده بيرتبط عندي ابروح يرتبط مع الزينوبيوتيك ايجنت وبيعمل معاها كونجيوجيشن اللي هي هايلي الكتروفيليك، هايلي الكتروفيليك سبستريت، سبستريت ده اللي هو مين؟ اللي هو الدرج بتاعي الجزء اللي فيه اللي بيحتوي على كومبليت بص في الشارت زي ما قلت عندي اخونا الارينوكسايد او الناترينيوم ايون يم الباراسيتامول، وبالتالي ده عليه كومبليت بص في الشارج، واحد عليه كومبليت بص في الشارج. اللي عليه كومبليت بوزيتيف تشارج ده بقول قلنا عليه سترونج الكتروفايل زي اللي هو الارينوكسايد وزي الايه النيترينيوم ايون، يبقى اكيد الاس اتش زي ما شرحنا مرارا وتكرارا اللي موجوده عندي في الجلوتاثيون هذه الاس اتش، الاس اتش جروب ديت هتشتغل از ايه؟ از نيوكليوفايل، از نيوكليوفايل قلنا النيوكليوفايل عليه لون بير او عليه كومبليت نيجاتيف تشارج فده عليه لون بير، يبقى النيوكليوفايل هيروح يهاجم الالكتروفايل اللي موجود عندي في الدرج اللي طلع عندي من فيز 1 زي الارينوكسايد وزي النيترينيوم ايون، الارينوكسايد اللي كان بيطلع من الاروماتيك هيدروكسيليشن للارينز والناترينيوم ايون اللي بيطلع من عمليه الفيز 1 او من عمليه السلفيشن للايه للباراسيتامول. يبقى ده نيوكليوفايل وده الالكتروفايل. طيب احنا دلوقتي بقى ازاي الاثنين بيرتبطوا مع بعض؟ قلت لك في كل مره قلت لك الجلوتاثيون لا يحتاج الى يكون على هيئه اكتيفيتد كو انزيم، ما بيرتبطش بكو انزيم ولا يحزنون. ليه؟ لان الراجل ده الالكتروفايل اللي احنا لسه بنتكلم عليه عندي ده هايلي الكتروفيليك عليه كومبليت بوزيتيف تشارج فهو هايلي رياكتيف، فبالتالي الجلوتاسيون مش مستاهل يحصل له عمليه اكتيفيشن. كلمه اكتيفيشن دي يعني ايه؟ يعني انا باهله ان هو يرتبط مع الدرج بتاعي. احنا لما كنا بنتكلم في الجلوكورونيديكشن كنت بقول لك لازم على هيئه يوريدين داي فوسفيت جلوكورونيك اسيد، ليه ما جاش الجلوكورونيك اسيد بطوله كده وقام رايح متفاعل مع الدرج بتاعي اللي بيحتوي على او اتش او ان اتش 2 او اس اتش او سي او اتش، لان بالمنظر بتاعه العادي ده مش هيبقى عليه شحنه موجبه بحيث الدرج يعمل عليه اتاك. ده احنا قلنا الدرج بيحتوي على او اتش او ان اتش او اس اتش او سي او اتش عباره عن نيوكليوفايل، يبقى معنى ذلك ان النيوكليوفايل الدرج بتاعي هيروح يهاجم
الكتروفايل. انا عندي في حاله الجلوتاثيون ده الدراج بتاعي، شوف الدراج بتاعي عباره عن ايه، الكتروفايل. انما في اللي فات كله كان الدراج بتاعي عباره عن نيوكلوفايل، كان هو اللي بيروح يهاجم حاجه موجبه، لان كان عندي او اتش او ان او ان اتش كله عليها لون بير اللي طلع لي من فيز 1 في الدراج، يعني شغاله از نيوكلوفايل. فبالتالي كانت هي اللي بتهاجم حاجه موجبه الكتروفيليك في مين؟ في الكونجوجيت اللي هيرتبط معاها، سواء كان سلفيشن او سواء كان امينو اسيد زي الجلايسين او الجلوتامين او كان الجلوكيورونيك اسيد. فالجلوكيورونيك اسيد انا ارتبطته ليه باليوريدين دايفوسفيت؟ على مود زي ما شرحت لك في المحاضره ان الكربون اللي متصله باليوريدين دايفوسفيت او او يوريدين دايفوسفيت تكون عليها شحنه موجبه. لما يبقى عليها شحنه موجبه الدراج يعرف يعمل عليها نيوكلوفيليك اتاك ويحصل النيوكلوفيليك سبستيوشن اللي احنا شرحناه، ويحصل الاس ان 2 رياكشن. قلت لك بيحصل انفيرشن اوف الكونفيجوريشن، لو الكونفيجوريشن ار يتحول الى اس ولو اس يتحول الى ار، الكلام اللي شرحناه مرارا وتكرارا. فهنا بقى الدراج بتاعي عليه شحن، عليه كومبليت شحنه موجبه، وهو مش دراج، ده هو طالع انترميديت من عمليه الميتابوليزم، طالع انترميديت من عمليه الميتابوليزم زي الارينوكسيد قلنا، وزي الناترينيوم ايون بتاع الايه، بتاع الباراسيتامول او الفيناسيتين. فهيجي عند الراجل ده، الراجل ده جزء منه هيجي الالكتروفايل ده هيروح يلاقي عندي ادى الجلوتاثيون. الجلوتاثيون زي ما ربنا خلقه ثلاثة امينو اسيد، جلوتاميك اسيد، سيستاين سلفر كونتيننج امينو اسيد، وابسط امينو اسيد اللي هو مين؟ اللي هو الجلايسين اللي قدامنا ده. هيروح لمين؟ هيروح على المصدر بتاع الالكترونات اللي هو النيوكليوفايل، ارتبطوا مع بعض الدنيا اهو. ده عمل اتاك على اخونا ده زي ما شرحنا في الارينوكسيد، الاتش طبعا خرجت از بروتون راحت ارتبطت بالاكسجينه بتاعه الثري ممبر درينج اللي كانت موجوده عنده وشرحنا لسه حالا لما خدت الاثر اللي بينها وبين الكربون. الاو الاتش راح ارتبط على الاو اللي عليها شحنه سالبه وحولها الى او اتش، والكربونه دي كانت كلش الكتروفيلك عليها شحنه موجبه كامله، فهترتبط عندي بمين يا شباب؟ هترتبط عندي بهذا السلفر. ثانيه هذا الالكتروفايل اللي هي الكربونه اللي عليها كومبليت شحنه موجبه في حاله الارينوكسيد او في حاله الناترينيوم ايون، وبقيه الدراج موجود عندي، بقيه الدراج موجود عندي، دول ارتبطوا مع بعض. هل ده بقى الشكل اللي قدامك ده الجلوتاثيون؟ بقول عليه جلوتاثيون الضغط او كونجيوجيت اللي ارتبط عندي، هيخرجوا مع بعض كده؟ لا، على اللي بيخرج عن طريق اليورين او عن طريق الكدني او حصل له عمليه اكسكريشن ما بيخرجش عن طريق الايه، الادكت، جلوتاثيون ادكت كده، لا ده بيبدا يفقد عندي الجلوتاميك اسيد ثم يفقد الجلايسين في الخطوه الثانيه، وبعد كده اللي باقي عندي من السيستاين ده يحصل له عمليه اسيتيليشن ويتحول الى ان اسيتيل سيستاين، ان اسيتيل سيستين او ان اسيتيل سيستين او بقول عليه ميركابتو يوريك اسيد ديريفاتيف، ميركابتو يوريك اسيد ديريفاتيف. طيب نيجي للخطوه الاولانيه، يبقى اول خطوه هخرج فيها الجلايسين، هذا الجلايسين اللي عندي اهو، ده هعمل له عمليه اليمينيشن. يبقى الضغط ده ما بقى اعمل عمليه الاكسكريشن ما بيطلعش كده، لا، يبقى اول حاجه واحد من الثلاثه امينو اسيد اللي هو الجلوتاميك اسيد هيخرج عندي، يبقى ده هيخرج عن طريق انزيم اسمه الجاما جلوتاميل ترانسبيبتيديز، ده مايكروزومال انزيم. انا عارفين التقسيم الانزيم يا اما مايكروزومال او نون مايكروزومال، فده بقول عليه مايكروزومال انزيم اللي هو مين بقى؟ لانه هيشتغل على الجلوتاميك اسيد وجاما جلوتاميك اسيد، يبقى اسمه جاما جلوتاميل ترانسبيبتيديز، خرجنا الجاما جلوتاميك اسيد. يبقى اتبقى عندي مين يا شباب؟ اتبقى عندي اخونا السيستاين. انا دي بقى لما كسرتها، كسرت البيبتايد لينكج والراجل خرج على هيئه جلوتاميك اسيد، يعني خرج على هيئه كربوكسيليك اسيد جروب، يعني معناها ان انا ضفت عليه ماي، فالكربوكسيليك اسيد جروب ديت خدت الاو اتش والان ديت هتاخد الاتش اللي باقي عندي من الميه، يبقى هتتحول الى ان اتش 2، هبقى عندي ان اتش 2، كل واحد رجع لاصله. مش كنت بقول لك الجلوتاميك اسيد ديت سي او او اتش، وكوبنا بيبتايد لينكج اتش من الان اتش 2 بتاعت السيستاين مع او اتش بتاعت الجلوتاميك اسيد خرجنا ماي. هنا انا بقى برجع اضيف الماي عشان كل واحد يرجع لاصله. فده خرج جلوتاميك اسيد بالكربوكسيليك اسيد جروب يمه، والسيستاين الان اتش اتحولت الى ان اتش 2. طيب
بعد كده عندي هتخلص من الجلايسين امينو اسيد، ادي الجلايسين امينو اسيد سي اتش 2 سي او اتش، المفروض الان اتش دي هتخرج في الجلايسين على هيئه ان اتش 2، فهتخرج عندي على هيئه ان اتش 2 عن طريق انزيم اسمه السيستينايل جلايسينيز، سيستينايل جلايسينيز، ده برضه مايكروزومال انزيم، من الاسم انا عندي سيستين وعندي مين وعندي جلايسين، يبقى اسمه سيستينايل جلايسينيز. هيعمل ايه سيستينايل جلايسينيز؟ هيعمل برضه نفس الكلام كاني بعمل عمليه هيدروس بضيف ماي، يبقى سي دبل بوند او، اي سي دبل بوند او هتاخد الاو اتش، يبقى هتتحول الى كربوكسيليك اسيد جروب في مين؟ في السيستين، واخونا الجلايسين هياخد هيدروجين اهيت، زودت عليها هيدروجينه يبقى تحول الى سي اتش 2 سي او اتش ان اتش 2 وخرج عندي الجلايسين، يبقى ناقص جلايسين، يبقى خرجت هنا مين يا شباب؟ الجلايسين. اتبقى عندي مين؟ اخونا السيستين. السيستين دلوقتي موجود على ايه مين؟ السي او عباره عن سي او او اتش، تمام، دي جت من عمليه الهيدروليز عندي ان اتش 2 وبقيت المركب ده، عشان كده بقول عليه اس سبستيتيوتد سيستين ديريفاتيف. ايه الديريفاتيف دي؟ جايه منين؟ الديريفاتيف ديت على اساس ان متصل به الاي اللي هي الالكتروفايل، اللي الالكتروفايل ده مثلا وليكن عباره عن كربون بتاعه الارين اوكسيد وماسكه في الدراج بتاعي، يبقى عشان كده بقول اس سبستيتيوتد سيستين ديريفاتيف. اس دي معناها ايه؟ مش معناها اس وار، ده معناها سلفر، معناها ايه يا شباب؟ سلفر. يبقى انا عندي دلوقتي بعد كده عندي ايه اللي بقى عندي؟ قلت لك الراجل ده بيخرج على هيئه ان اسيتايل سيستين، او بقول عليه ميركابتو يوريك اسيد. يبقى انا هعمل عمليه ايه دلوقتي؟ هعمل عمليه اسيتايليشن للان. الاسيتايليشن يا شباب تتم عن طريق مين؟ في الجسم طبعا البايوكيمستري، الحاجه اللي بتعمل لي عمليه اسيتايليشن لاي امينو جروب موجوده عندي هي عباره عن مين؟ عن الاسيتايل كو اي، الاسيتايل كو اي، اسيتايل كو انزيم اي، الاسيتايل كو اي يعني هيعمل لي عمليه اسيتايليشن. اسيتايل جروب يعني ايه؟ يعني سي اتش 3 مجموعه الاسيتايل، سي اتش 3 سي دبل بوند او. ستك الملاحظات دي اكتبها عندك لو انت ما عندكش اي فكره في الاورجانيك، وبتكتب ورايا كل ملحوظه هتلاقي نفسك ما شاء الله يعني علامه في الاورجانيك بفضل الله وفضل مجهوداتك، بس تكتب الملاحظات دي وتعرفها وتحفظها وتبقى وتذاكرها كويس. دي اسمها مجموعه اسيتايل، جت منين؟ من الاسيتايليشن. ايه اللي بيدي لنا الاسيتايل دي في الجسم؟ الاسيتايل كو اي، الاسيتايل كو اي. يعني انت واخدته في الباراسمباثيك نيرف سيستم ازاي بعمل بايو سينسز للاسيتايل كولين؟ بجيب الكولين وافعله مع الاسيتايل كو اي. الكولين ده زي الالكول بالظبط، في عندي او اتش، الاسيتايل كو اي مصدر للسي او او اتش، فالاتش بتخرج ويمسك في الاو سي دبل بوند او سي اتش 3 بتاعت الكولين ويكون عندي الاسيتايل كولين. الفرق كلمه الاسيتايل بتاعت الاسيتايل كولين جايه من الاسيتايل كو اي، بيعمل له الكولين بيعمل له عمليه اسيتايليشن. هنا نفس الكلام، احنا عملنا للاس سبستيتيوتد سيستين، الاس دي لان ماسك فيها الالكتروفايل الكربون بتاعه الارينوكسايد او الكربون بتاعه الناترينيوم ايون او اي حاجه عليها كومبليت بوست في تشارج موجوده عندي في الجسم، عشان الجلوتاثيون يعمل لها عمليه ديتوكسيفيكيشن ويمنع السميه بتاعتها. ومن فضل ربنا ان هو خلقه جاهز لان الالكتروفايل كلش قوي، فعلى طول هو يمسك فيها على طول كلش بسرعه وتخلصنا منه. فالراجل ده في الاخر بقى في النهايه بقى الحاجه اللي هتخرج من الجسم على هيئه ميركابتو يوريك اسيد، ده اسمه ميركابتو يوريك اسيد اللي هو ايه؟ ميركابتو يعني عندي سلفر، يوريك اسيد اهو ماسك في الراجل المصيبه بتاعتي، المصيبه اللي عندي اللي هي الاي دي اللي هي الالكتروفايل اللي عليه كومبليت بوست في تشارج اللي بيروح يرتبط عندي بالدي ان اي والار ان اي والبروتين والريسبتور، فده الباس واي الثالث علشان نقدر نعمل له ترابنج، نمسكه قبل ما يعمل المصيبه بتاعته. الحاجه الثالثه قلت لك اول حاجه يديني الارينول، ثاني حاجه يديني ترانس داي هيدرو داي اول، الثالث يعمل له كونجوجيشن مع الجلوتاثيون. فالجلوتاثيون مسك فيه اللي هو الثلاثه امينو اسيد بتوع الجلوتاثيون، طلع عندي اول حاجه جلوتاميك اسيد، ثم خرج عندي السيستين، فتبقى عندي الدرج ماسك عندي في
الجلايسين في الخطوه الثانيه، فتبقى عند الدرج ماسك عندي في السيستاين، اداني اس سبستيتيوتد سيستاين دريفت. فالراجل ده عامل له عمليه استايليشن. عمليه الاستايليشن بتتم على اي برايمري امينو جروب. برايمري امينو جروب يعني ايه؟ قلناه قبل كده في عمليه الاوكسيداتيف دي الكايليشن ازاي وانواع الامينز والكلام ده كله. برايمري امين يعني ايه؟ يعني ان اتش 2 الان متصل بها 2 هيدروجين. فالراجل ده الاسيتايل جروب، الكربون دي عليها شحنه موجبه لان الاو بتسحب منها، فهيجي بارشال بوزيتيف تشارج. والان طبيعي عارفين ان عليها لون بير، يعني تشتغل از نيوكلوفايل، هتيجي تهاجم هذا الرجل. لما هجمته عملت اسره الان فقره اللون بير الاسطوانه اللي احنا بنقولها كل محاضره بقى عليها شحنه موجبه، هتعوضها منين؟ هتفقد واحده من الهيدروجين، الاثنين دولت از بروتون وتخرج بره. يبقى عندي مين؟ علشان كده الاسيتيل كو اي خرج عليه كو اي اس اتش، اهو جات له الاتش من هنا. ماشي يا شباب؟ بقى عندي ان اتش سي او سي اتش 3، دي باسماء معناها في الكيمياء ان اتش سي او سي اتش 3 اسمها ان اسيتيل. ان مش قلنا دي مجموعه اسيتيل، يبقى اسمها ان اسيتيل، يعني نيتروجين ماسك باسيتيل جروب. الاستراكشر اللي قدامك ده يبقى لما اجيب، مش احنا قلنا قبل ده الراجل ده اسمه سيستاين، لما اجيب السيستاين واستبدل هيدروجين من الاثنين ان اتش 2 مش امينو اسيد، اه يحتوي على امينو جروب وكربوكسيليك اسيد جروب. السبستيوشن حصل عندي على السلفر، السيستاين ديت عباره عن اس اتش زي ما شرحنا، وايه السيستاين؟ عندي السايد تشين اللي موجود عندي في الامينو اسيد ده سي اتش 2 اس اتش. الاتش استبدلناها بمين؟ بالالكتروفايل، السترونج الكتروفايل حسب الميكانيزم بتاع الارينوكسايد وبتاع الناترينيوم ايون. مش قلت لك كان بيدني في الارينوكسايد ارسم لك حلقه البنزين والكربون ماسك فيها اس جي؟ لما قلت لك الاس هي اللي تتكتب الاول، ما هو ده الاس جي. هو كان شغال لك على ده، بس انا بقولت لك الراجل ده ما بيحصل له اكسكريشن ما بيطلعش جلوتاثيون ماسك في الالكتروفايل او في الدرج اللي عليه كومبليت بوست في تشارج بالشكل ده. الاول يفقد، بيبقى سيمبل كده، بنهندله شويه نخرج منه جلوتاميك اسيد عن طريق الجاما جلوتومايل ترانسبيبتيديز، ثم خرج منه الجلايسين عن طريق السيستاين جلايسينيز، وبعد كده عندي اتبقى عندي السيستاين اللي ماسك في الدرج بتاعي. هذا السيستاين بيحصل له عمليه الاسيتيليشن، او بقول ان اسيتيليشن يعني بيحصل اسيتيليشن على النيتروجين على الامينو اللي موجوده عندي في السيستاين يا شباب، تتحول الى ان اتش سي او سي اتش 3. يبقى الراجل ده بقى اللي ظهر عندي ده بعد ما عملت السيستاين ان اسيتيليشن، ما بقاش اسمه ما بقاش اسمه مين؟ ما بقاش اسمه سيستاين، بقى اسمه ميركابتو يوريك اسيد. ميركابتو يعني عن كلمة ميركابتو يعني عندي سلفر، ويوريك اسيد انا عندي ادي كربوكسيليك اسيد جروب، وده بقول عليه يوريك ايه؟ يوريك اسيد. يبقى الميركابتو يوريك اسيد هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيستاين. ال ان اتش 2 بتاعت السيستاين استبدل واحدة من الاثنين هيدروجينات بالسي او سي اتش 3، يبقى اسمه ميركابتو يوريك اسيد. ميركابتو يوريك اسيد، اللهم بلغت اللهم فشل. يبقى ده اللي بيخرج عندي، بيحصل له عمليه الاكسكريشن، يبقى بيخرج الجلوتاثيون الضغط ده على هيئه ان اسيتيل، ان اسيتيل سيستاين، او بقول عليه ميركابتو يوريك اسيد ديريفاتيفز. يبقى ان اسيتيل سيستاين ديريفاتيف يساوي ميركابتو يوريك اسيد ديريفاتيف. اهو يبقى ده اللي احنا عملناه ده، ازاي الجلوتاثيون حصل له كونجوجيشن مع الالكتروفيليك زينوبيوتيك ايجنت او ميتابولايت، حسب بقى لو كان زينوبيوتيك ايجنت حاجه غريبه بوليوشن اي حاجه تلوث اي شيء اي حاجه غريبه عن الجسم، او ميتابولايت خرجت عندي من فيز 1 رياكشن، وازاي نحوله الى الميركابتو يوريك اسيد، او بقول عليه الان اسيتيل سيستاين ديريفاتيف. طيب بعد كده عندي يا شباب عمليه الاسيتيليشن. الاسيتيليشن زي اللي احنا شارحينها حالا كده في عمليه الاسيتيليشن للسيستاين بالظبط. هو السيستاين ده حصل له اسيتيليشن على انه جروب، على برايمري امينو جروب. طيب يبقى الاسيتيليشن عندي كل ما هو برايمري امينو جروب، كل ما هو برايمري امينو جروب هيحصل عليه عمليه الاسيتيليشن. يبقى الفانكشنال جروب اللي هي البرايمري امينو جروب هي دي الوحيده اللي هيحصل عليها عمليه الاستايليشن وبس.
طب البرايمري امين والجروب دي موجوده فين عندي؟ برايمري اروماتيك امين، يعني حلقه بنزين ماسك فيها مباشره ان اتش 2. سلفونا مايد، احنا قلنا السلفونا مايد اللي كلمه سلفونا مايد يعني اس او 2 ان اتش 2، اس او 2 ان اتش 2 دي اسمها سلفونا مايد. هيدرازينز، الهيدرازين عباره عن ان اتش ان اتش 2، فالهيدرازين اهوت يحتوي على امين وجروب. هيدرازين لوحده يعني ان اتش 2 ان اتش 2 زي ما شرحت لك في الريدكشن بتاع الفيز 1. فده طبعا هيدرازينز، يعني هنا في ديريفاتيف دي ماسكه في دراج، بس الدراج يحتوي على ان اتش ان اتش 2، فده برضه ده يبقى ده بيحتوي على فري امينو جروب، يبقى يحصل على عمليه الاسيتيليشن. ايميل كمان عندي حاجه اسمها الهيدرازايد، الهيدرازايد الفانكشن جروب بتاعته مين؟ سي او، نفس اللي فوق ديت الهيدرازين بس ازود عليها سي او، يبقى اسمها سي او ان اتش ان اتش 2. فكان ما هي هيدرازين يبقى اسمها هيدرازايد، يبقى الهيدرازايد عباره عن سي او كربونيل جروب متصله بان اتش ان اتش 2، يبقى عندي فري ان اتش 2 هيتم عليها عمليه الاسيتيليشن. الشرطه دي يعني ايه؟ يعني دي مجموعه فانكشن جروب موجوده في دراج عندي. الحاجه الاخيره الاليفاتيك امينز ار ان اتش 2، اهو كل ما هو يحتوي على ان اتش 2 برايمري هيحصل لها عمليه الاسيتيليشن زي ما عملنا في اخر خطوه في عمليه الجلوكيرونيدي الكونجوجيشن مع الجلوتاثيون اللي هي الان اسيتيل، ان اسيتيليشن ديت عن طريق ان انا جبت فري امينو جروب اللي بنتكلم عليها وحطيت عليها الاسيتيل كو اي سورس للاسيتيليشن، بريكورزور للاسيتيليشن، مصدر الاسيتيليشن اللي هي عباره عن سي او سي اتش 3 جروب، فانا دخلت على الان اتش 2 بقت ان اتش سي او سي اتش 3. قلت لك هنا في عمليه الاسيتيليشن كل ما هو يحتوي على ان اتش 2 جروب هيتم عليه عمليه الاسيتيليشن، يبقى في عندي برايمري امين، عندي اروماتيك امين، في عندي سلفونامايد، في عندي هيدرازين بتحتوي على ان اتش 2، في عندي هيدرازايد هي زي الهيدرازين بس زود سي او كربونايل جروب، في عندي الاليفاتيك برايمري امين. يبقى الراجل ده زي اللي قايل لك حالا في عمليه الجلوتاسيون في الخطوه الاخيره الاسيتيل جروب بتيجي منين؟ مصدر الاسيتيل جروب في الجسم هو الاسيتيل كو اي، قلت لك الاسيتيل جروب اللي احنا لسه رسمها من شويه في اخر خطوه في عمليه الجلوتاثيون علشان يديني الميركابتو يوريك اسيد ديريفاتيف سي اتش 3 سي دبل بوند او متصله بكو انزيم اي، كو انزيم اي يبقى الاسيتيل جروب اكتيفيتد على هيئه اسيتيل كو اي، عايز تدخل على اي حاجه في الجسم مجموعه اسيتيل تدخلها عن طريق الاسيتيل كو اي. فهنا نفس الكلام اهو، فين عندي هنا المركب اللي عندي ده اهو امينو جروب، قلت لك الاسيتيليشن كل شغله على البرايمري امينو جروب، اهو هفقد اتش واحط مكانها سي او سي اتش 3 زي ما عملنا في الميركابتو يوريك اسيد ان اتش 2 اسيتيل كو اي، الاتش خرجت حل محلها سي او سي اتش 3 اداني ان اسيتيليشن. هنا نفس الكلام هيبقى كله ان اسيتيليشن ان اتش 2 اطلع منها اتش واحط مكانها سي او سي اتش 3، فده مكان محل الاسيتيليشن المكان ده. طبعا ده شبيه بالدايزيبام، هيحصل عندي بقى كل حاجه فيز 1، هيحصل عندي هنا الفا اللي هي الكربون اللي هي الالفا اللي بالنسبه للكربينو للسي دبل بوند او اللي هي بتاعه الكربونيل وبتاع الامينز في الفيز 1 ميتابوليزم، دي كده كربونيل والكربونه دي بقول عليها الفا كربون، لما كان بتتحول يحصل لها هيدروكسيليشن لو اتش، الامين اللي هو ده سي دبل بوند ان، سي دبل بوند ان عشان انت ممكن كنت نسيت اقولها لك، الامين دي كلمه امين اللي جايه ديت اللي هي بالاي جايه منين؟ امين دي معناها سي دبل بوند ان امين اي، هتلاقي عنوان كان مكتوب عندك كده هيدروكسيليشن اوف الفا كربون تو كربونيل جروب اند الامين بالاي اي ام اي ان اي الامين، عمل لي هنا ان اسيتيليشن عن طريق مين؟ الان اسيتيل ترانسفيريز
على طول اي اسيتيليشن بيتم عن طريق ان اسيتيل ترانسفيريز. وان دي يعني ايه؟ يعني نيتروجين. يبقى معناها ان الاسيليشن هيحصل على نيتروجينه، مركبات تحتوي على برايمري امين، يبقى ان اسيتيل ترانسفيريز. زي المركبات اللي خدناها الايزونايازيد، خدناها في اول الميتابوليزم، لو كنت بقول لك بيتحول من اكتف الى ان اكتف في علاج التيوبركلوزس، عندك في اول الاول صفحه في الميتابوليزم او ثاني صفحه الايزونايزيد كان مثال ان انا احول الاكتف درج الى ان اكتف درج عن طريق الميتابوليزم. ده كمان في بعض الاحيان ممكن يكون الميتابولايت اللي طلع مش كمان ان اكتف، ده ممكن يكون كمان توكسيك. فعند مركب اسمه الهيدرالازين، الهيدرالازين ده من الاسم كده بيحتوي على الهيدرازينو جروب ديت، يبقى الهيدرا اجابته مركب هيدرالازين غير هيدرازين، في ان اتش، ان اتش 2 يبقى الاسيتيل كو اي هيروح على الان اتش 2 اللي هي البرايمري ديت اللي عليها اثنين هيدروجينه، هياخد واحده ويحل محل الواحده الهيدروجينه ديت سي او سي اتش 3. البروكينا مايد اللي خدناه في عمليه الهيدروليسيس في فيز 1 اخر فيز 1، لو جيت بصينا للراجل ده سريعا كده هتلاقيه كان بيحتوي على برايمري امينو جروب في البارا بوزيشن، برايمري امينو جروب في البارا بوزيشن. هذا البروكينا مايد اهو، بروكينا مايد لما كنت بقول لك ان الامايد ده صعب الهيدروليسيس نتيجه ان الان عليها لون بير بتعمل لي دبل بوند كاركتر، فلما يجي الاميديز انزيم يكسرها ما بيقدرش يكسرها، بياخد وقت طويل، فبيبقى الديوريشن اوف اكشن كلش عالي او سلو هيدروليسيس. الكلام اللي كنت لابحث عنه قبل كده. الراجل ده بقى الخلاصه عندي فري امينو جروب، ما دام عندي فري امينو جروب يبقى ده مكان للاسيتيليشن. انا قلت لك المركب بيحصل عليه اكتر من كذا باسوي، يعني ممكن يحصل عليه فيز 1 وفيز 2 في نفس الوقت. فعندي هنا فيز 2 ان اتش 2، يبقى هاخد اتش من هنا واحط عليها سي او مكانها سي او سي اتش 3. السي او سي اتش 3 مجموعه الاسيتيل دي جت لي منين؟ جايه من الاسيتيل او اي، ده البروكينا ماي. ماشي يا شباب. بعد كده عندي في بعض، عند بعض الاحيان فيه ناس يعني هنا بيحصل لهم عمليه الاستايليشن كلش سريعه، بعض الاشخاص يحصل لهم استايليشن سريع وبعض الاشخاص بيحصل لهم استايليشن ببطء، ده بقول عليه حاجه اسمها بقول في الهيومن بوبيوليشن في التجمعات البشريه في بعض الاوطان بيحصل فيها حاجه اسمها باي موديل كاركتر. يعني ايه باي موديل كاركتر؟ يعني ناس ممكن يكونوا باي يعني اثنين، موديل كاركتر في عندي اثنين من الكاركتر، ممكن يكون رابد وممكن يكون سلو، واحد بيقول عليه رابد اسيتيليتور واحد بيقول عليه سلو اسيتيليتور، يعني واحد بيحصل له عمليه الاستايليشن بسرعه وواحد بيحصل له عمليه الاسيتيليشن ببطء. الفينومينا ديت او الظاهره ديت بنقول عليها اسيتيليشن فينومينا. اسيتيليشن ايه يا شباب؟ فينومينا او استايليشن بولي مورفيزم. الاستايليشن بوليمورفيزم هي عباره عن ايه؟ عباره ان انا عندي هيومن بوبيوليشن بيحصل فيهم عمليه استايليشن يا اما سلو يا اما رابد، بقول عليها باي موديل كاركتر، يحصل لهم الكونجوجيشن يا اما ببطء يا اما بسرعه، فدي بقول عليها استايليشن بوليمورفيزم. دي كلش مهمه، يبقى لما تاني واحد سريع واحد بطيء دي بقول عليها باي موديل كاركتر، بحيث ان الدرج يحصل له عمليه الكونجوجيشن يا اما بسرعه يا اما ببطء. الانديفيدوال اللي بيحصل لهم ببطء دولت سلو اسيتيليتور، يعني يحصل لهم استايليشن ببطء. زي مين؟ ما شاء الله الناس البطاء في الاستايليشن المصريين وبعض الايه الويست اوروبيان جروب بطيء، ما هو المصري ده معروف ان هو بطيء. احنا شوف احنا بنشرح المحاضره ساعتين في ثلاث صفح، فشيء طبيعي، ده مش سلو اسيتيليتور، ده فيري سلو اسيتيليتور زي الايجيبشن والويستر اوروبيان ايه جروبس. الرابيد اسيتيليتور زي الناس اللي قاعده في الاسكيمو اند الايه الاشنز اللي هم قاعدين في الايه في قاره اسيا. في عندي اذر بوبيوليشن بيكونوا انترميديت ما بين السلو والمين، السلو اسيتيليتور والرابيد اسيتيليتور. ما
ماشي يا شباب. طيب ده بيمشي عنده ايه بقى الوحده؟ ده بقى انا عندي راجل مصري سلو اسيتايليتور، يعني بيحصل له اسيتايليشن ببطء. احنا عارفين الاسيتايليشن انا بعمله ليه؟ انا بعمل الاسيتايليشن او الميثيليشن عن طريق ان انا اعمل تيرمينيشن او بعمل اليمينيشن للدراج اكتيفيتي، ده المقام الاساسي. الاسيتايل جروب بطبيعتها سي اتش 3 سي او زي ما قلت لك مرارا وتكرارا، بيعمل اسيتايل جو ايه؟ بتتفاعل فقط مع البرايمري امين وعن طريق الانزيم اسمه ان اسيتايل ترانسفيريز. ديت علشان المركب يتحول الى ان اكتف وليس مور بولر. الاسيتايل جروب مش هتخليه مور بولر، يعني لو عندي فري امينو جروب هي اصلا مور بولر عن الان اسيتايل جروب. فده لازمته عشان المركب يبقى ان اكتف. ده بني لما يحصل استيليشن يحصل لي ببطء، يعني معناه ايه؟ معناه ان الدرج هيفضل على الريسبتور وقت طويل، معناها ان هيديني ادفيرز افكت، ممكن يديني توكسولوجيكال افكت او توكسيك افكت. ده بالرابد اسيتايليتور العكس. رابد اسيتايليتور يعني يحصل لهم عمليه الاسيتايليشن كلش بسرعه. يعني ايه يا سيدي؟ يعني معنى ذلك ان الدرج ممكن ما يديش ليا الديزايرد فارماكولوجيكال او ثيرابيوتيك افكت، ان كان بالظبط بقلل الجرعه. هو بيحصل له عندي ان اتش 2 ضروريه انها ترتبط مع الريسبتور فبكسرها كلش بسرعه. طبعا لما اقول لك ضروريه للارتباط مع الريسبتور يبقى معناها كلمه فارماكو فور الجروب مسؤوله عن البيولوجيكال اكتيفيتي، مسؤوله عن الفارماكولوجيكال اكتيفيتي. فما بعمل لها عمليه الاستايليشن، قلت لك الاستايليشن عشان احول المركب الى ان اكتف. لما يبقى رابد يعني معنى ذلك الدرج هيمسك على الريسبتور وقت قليل. ده معنى ذلك ان الثيرابيوتيك افكتس هيكون عندي كل ايه؟ كلش قليل، كلش قليل، او بقول عليه ان اديكوت ثيرابيوتيك ايه ريسبونس عن الايه؟ عن الطبيعي. فبالتالي في الرابد استايليتور هبقى مضطر ان انا ازود الجرعه، لان الجرعه العاديه لا تكفي ان هي تديني الديزايرد فارماكولوجيكال افكت او الاديكوت ثيرابيوتيك ايه؟ ثيرابيوتيك ريسبونس. انما السلو اسيتايليتور المفروض بالنسبه لهم نقلل الدوز، لان هو الراجل بيحصل له استايليشن ببطء فهيكسر، هياخد وقت طويل عشان يتحول الى ان اسيتايل، يبقى المفروض اقلل معاه الجرعه. انما الرابد اسيليتور ازود الجرعه على مود ان هو يديني الاديكوت او الديزايرد ثيرابيوتيك افكت. الاثنين عكس بعض، يا ريت يبقى الناس مركز قوي في النقط ديت لان دي كلش مهمه. وعمليه الاسيتايليشن دي اسمها ايه؟ اسيتايليشن بولي مورفيزم، عند رابد وعند سلو. السلو زي ما انت عارف كده المصريين بطاء ما شاء الله، يعني المحاضره نقعد ندب ساعتين حضوري وساعتين الكتروني على مود ثلاث صفحات وفي الاخر نقول كلش هواي. ومن امثله للناس اللي بيحصل لها عمليه الاسيتايليشن ديت يا شباب اللي احنا خدناه اللي قلت لك عليه الايزو نايازيد، السلايد بتاعته عندك في اول الميتابوليزم. الايزو نايازيد في علاج التي بي هتلاقيه موجود على هيئه هيدرازايد. ايزونايازايد، هات يا سيدي الايزونايازايد عشان خاطر حضرتك عشان ما بقاش حارمينك من حاجه. ادي الايزونايازايد، الايزونايازايد ده مش قلت عندك بعض الدراج بتحتوي على المجموعه دي سي او وماسكه في ان اتش، ان اتش 2 يعني عندي فري ان اتش جروب، وقول المجموعه دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ اسمها هيدرازايد، هيدرازايد، عشان كده اسمه ايزو نايازايد ومتصل ببريدين. الكلام اللي خدناه في الهيتيريو السنه اللي فاتت ده اسمه ايه؟ هيدرازايد. هيدرازايد في البوزيشن رقم 4 للبريدين، يبقى اسمه دراج اسمه ايزونازايد، بيعالج عندي التيوبركلوز مايوبكتيريوم تيوبركلوز. يبقى الراجل ده الان اسيتايليشن بالاسيتايل كو اي عن طريق الان اسيتايل ترانسفيريز انزيم. ما في الاسيتايليشن ما عنديش اللي هو الان اسيتايل ترانسفيريز، ما فيش انزيم تاني، ما فيش انزيم تاني ولا تالت ولا 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 بيحصل له عمليه بايو اكتيفيشن لايه؟ هو كده كده اوريدي بايو اكتيف اللي هو الاسيتايل كو اي. مش احنا قلنا بنستخدم اكتيفيتد كو انزيم، فهو الكو انزيم اوريدي جاهز لانه بيعمل له عمليه اسيتايليشن، هو من الاسيتايل كو اي. فهروح يعمل للراجل ده عمليه الاسيتايليشن او هيتحول الى اخد واحده من الاثنين هيدروجين بتوع ال ان اتش 2 واستبدلها ب سي او سي اتش 3، يبقى عملت ايه؟ ان اهو ان اسيتايليشن عن طريق انزيم اسمه الان اسيتايل ترانسفيريز انزيم، وتحول الايزونايزايد لان اسيتايل ايزونايزايد، اتحول الى ان اكتف.
في بعض التقارير بتقول لي ان الراجل ده بيكون عباره مش كمان ان اكتف، بيكون عباره عن توكسيك برودكت. بس اهم حاجه عندي الراجل واحد عنده تو بي، عنده سل رئوي، ربنا يعافي الجميع. يبقى بقى طبعا ان انا اعالج، والبروتوكول بتاع العلاج بتاع اللي هو التي بي ده ما بيعتمدش على دراج واحد، يعني الايزونازيد وبستخدم معاه لو خدته في الاحيه المجاريه ستريبتومايسين، وبستخدم معاه حاجه ثالثه، يعني بيكون بروتوكول من كذا علاج مع بعض في علاج التي بي. فاداني ان اسيتايل ايزونازيد نتيجه ان الايزونازيد يحتوي على هيدرازيد جروب. هيدرازيد جروب زي ما شرحناهم اي حاجه تحتوي على فري امينو جروب، ان اتش ان اتش 2 بقول عليها هيدرازين، لما ازود على الهيدرازين سي او تبقى اسمها هيدرازايد. كل ما هو عليه ان اتش 2 جروب هيدخل عليه ان اسيتايليشن. ان ايه يا شباب؟ اسيتايليشن. بعد كده عندي الميثيليشن، خدت بالك قلنا الاستايليشن بوليمورفوز تعرفها باي مودال كاركتر سلو اسيتايليتور رابد اسيتايليتور سلو اسيتايليتور، يعني الاستايليشن بيحصل ببطء، يبقى معنى ذلك ان الدراج اقل للدوز، لان كده هو اصلا استايليشن عشان تحول الدراج الى ان اكتف هياخد وقت طويل، يعني هيقعد على الريسبتور مده طويله، هيديني سايد افكتس، هيديني توكسيك افكتس، يبقى اقل للدوز. العكس في الرابد اسيتايليتور، الدراج بتكسر بسرعه، بيحصل له استايليشن بسرعه، بيتحول الى انكتف بسرعه، يبقى الحل ايه؟ يبقى الثيرابيوتيك افكت اللي هيدوه لي هيبقى قليل. في الحاله دي ازود مين؟ ازود الايه؟ ازود الدوز. في حاله السلو زي المصريين كده اقلل الايه؟ اقلل الدوز. الميثيليشن رياكشن نفس الكلام، انا بقول لك قلت لك زي الاستايليشن، الميثيليشن بعمل لها بعمل لها بعمل ايه؟ بقول ترمينيت او اليمينيشن للبيولوجيكال اكتيفيتي بتاعه البايو اورجانيك بايوجينيك امينز. بايوجينيك امينز يعني ايه؟ يعني نيورو ترانسميتر اللي ربنا خالقها جوه الجسم، هي تحتوي على الامينو جروب او عباره عن امين دريفاتيفز. زي مين؟ نور ابينفرين اللي هو نور ادرينالين، او الابينفرين اللي هو الادرينالين، كل ديت حتى هم يصنفوا تحت حاجه اللي خدتوها في باراسمباثيك سيستم اسمها كاتيكول امين، يعني تحتوي على كاتيكول رينج اللي هي حلقه بنزين وفيها 2 او اتش ورا بعض، والناحيه الثانيه الفاتيك سايد تشين فيه امينو جروب سواء برايمري او سكندري او تيرشري. انما في حاله البرايمري امين الابينفرين والنور ابينفرين، هو يا اما في حاله النور ابينفرين بيكون عباره عن برايمري امين، في حاله الابينفرين بيكون سكندري امين. سكندري ايه يا شباب؟ سكندري امين. بستخدمهم في ايه كمان؟ بعمل لهم بايو سينسز، بستخدمهم في البايو سينسز برضه للميني اندوجينس كومباوند. زي مين؟ الابينفرين عشان احوله الى نور ابينفرين. الابينفرين عشان احوله الى نور ابينفرين يا شباب، او سوري النور ابينفرين علشان احوله الى الابينفرين، النور علشان احوله الى الابينفرين، قلت لك نور ابينفرين ده لا يحتوي على مجموعه، لا يحتوي، لا يحتوي على مجموعه ميثيل، لا يحتوي على مجموعه ميثيل جروب سي اتش 3، معلش بقى الخط بتاع القلم، لا يحتوي على مجموعه سي اتش 3. فعشان احول النور ابينفرين الى ابينفرين في البايوسنس لو كنت خدته في الفارماكولوجي، بحول بقى كل اللي انا بعمله بجيب الان ميثيل ترانسفيريز، هينقل مجموعه ميثيل على الامينو جروب اللي موجوده عندي في النور ابينفرين، يحولها لي الى ان ميثيل. ما كان هو برايمري امين ان اتش 2 هيتحول الى سكندري امين ان اتش سي اتش 3. يعني هنا النور ابينفرين بيحتوي على ان اتش 2، ان اتش 2 ديت موجوده عندي في النور ابينفرين، ان اتش 2 في السايد تشين بتاعته. الراجل ده بالان ميثيل ترانسفيريز هياخد واحده من الاثنين اتش دولت ويحط مكانها سي اتش 3 تتحول الى ان اتش سي اتش 3، يبقى الراجل ده اصبح اسمه ايه؟ ابينفرين. يبقى الابينفرين فرقه عن النور ابينفرين، نور ابينفرين عباره عن عباره عن برايمري امين، برايمري امين. الابينفرين عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري امين، يعني ان اتش سي اتش 3. عشان كده بستخدمه بايو سينس بتاع الابينفرين، بجيب الابينفرين منين؟ من النور ابينفرين، اعمل له عمليه ميثيليشن بالان ميثيل ترانسفيريز انزيم، هيحوله لي الى الابينفرين، بمعنى اخر هيحول لي البرايمري امين ابو النور ابينفرين الى سكندري امين
يا اما اخونا الابنفرين او الادرينالين. نفس الكلام برضو في عندي هرمون اسمه الميلاتونين برضو بيحصل له عمليه ميثيليشن جوه الجسم، حاجات اندوجينس جوه الجسم. يبقى اول حاجه الراجل ده عمليه الميثيليشن الاوبجكتيف بتاعتها او الواجب بتاعها او الخاصيه او الغرض بتاع الفانكشن بتاعتها الاساسيه هي ايه؟ الميثيل. العمليه ديت ان انا اعمل ترمينيشن او ان اكتيفيشن للبيولوجيكال اكتيفيتي بتاعت النور ابينفرين والدوبامين والسيروتونين والهيستامين، الحاجات دي موجوده جوه الجسم بتشتغل على الريسبتور. مش احنا بنقول زي الاستايل كولين بيحصل له عمليه ديجراديشن او تكسير. النور ابينفرين والناس ديت بيحصل لها عمليه ايه؟ عمليه هيدروليسيس. ازاي؟ عن طريق عمليه مين؟ عمليه الميثيليشن. مش عن طريق ان انا احول النور ابينفرين الى ابينفرين يا شباب، ده طريقه البايوسينسيس للاندوجينس كومباوند زي الابينفرين. انما هنا عمليه الميثيليشن مش هتتم على النيتروجين، ده هتتم على الكاتيكول. مش بنقول النور ابينفرين والدوبامين ده والسيروتونين دولت من عيله الكاتيكول، فهيجي عندي على حلقه البنزين واحط عليها واحط على الاو اتش جروب اخليها او ميثايل او ميثايل. انما البرايمري امين الى سكندري امين ديت في عمليه البايوسينسيس للاندوجينس كومباوند، حاجات داخليه جوه الجسم. يبقى بعمل اول الغرض الميثيليشن، اول حاجه ان انا بعمل ان اكتيفيشن او ترمينيشن، بنهي عمل البيوجينيك امينز. بيوجينيك امينز زي مين؟ زي النور ابينفرين. بيوجينيك امينز يعني مركبات ربنا خلقها جوه الجسم، نيورو ترانسميتر بتحتوي على برايمري امينو جروب زي النور ابينفرين، زي الدوبامين، زي السيروتونين، زي الهيستامين. الهيستامين ده اللي بيعمل لك مشاكل، ممكن يعمل لك انافلاكتيك شوك ويعمل لك هايبوتنشن ويموتك لو انت حصل عندي سيفير اليرجي نتيجه لخروج الهيستامين ده. بيعمل فازو كونستريكشن، بيقلل وبيعمل لي فازو دايلاتيشن في الاوعيه الدمويه، فبالتالي ممكن يعمل عندي نتيجه لهذا التوسيع في الاوعيه الدمويه يعمل لي هايبوتنشن، وبعد كده تخش في ايه؟ تخش في كوما ويحصل لك عمليه ديس الا اذا لحقناك بقى بحقنه ايه؟ ادرينالين او نور ادرينالين. المهم الناس ديت بتحتوي على مجموعه امين، دوبامين يحتوي على امين برايمري امين جروب، سيروتونين يحتوي على امين برايمري امين جروب، هيستامين من الاسم يحتوي على برايمري امين جروب، نور ابينفرين زي ما قلت لك النور ابينفرين عباره عن برايمري امين ان اتش 2. كل دولت بيحتوي على كاتيكول رينج. الكاتيكول رينج ديت فيها او اتش جروب، زي ما ناخد الامثله تتحول الاو اتش الى اوميثايل. فالدرج كده بقى ان اكتف، لان بقى نفس الكلام اللي قلناه قبل كده الاو اتش عباره عن فارماكو فورو جروب في النور ابينفرين وفي الدوبامين والسيروتونين والهيستامين. لما اجي اعمل لهم والسيروتونين الدوبامين السيروتونين النور ابينفرين فيهم كاتيكول جروب فيها او اتش بيحصل عليها او ميثيليشن. انما الهيستامين عباره عن برايمري امين لا يحتوي على كاتيكول رينج ولا يحزنون. في الهيستامين الامينو جروب اللي بره بيحصل عليها عمليه ميثيليشن، فبقاش كده بقى ان ميثايل هيستامين وليس هيستامين، يبقى كده ان اكتف. ان ايه يا شباب؟ ان اكتف يعني معنى ذلك الاكتيفيتي بتاعته تتطلب الايه الفري امينو جروب. انا عندي ده يا شباب ده اخونا الهيستامين اللي انت شايفه اللي كنت بحكي لك عليه ده، الاستراكشر بتاع الهيستامين اللي هو ايه ده؟ ده الهيستامين. الهيستامين ده اهو فيه برايمري امينو جروب بيحصل لها ان ميثيليشن، يبقى هشيل اتش من الاثنين دولت واحط مكانها ميثايل، اسمه ان ميثايل هيستامين، يتحول الى ان اكتيف فورم. ان اكتيف فورم يبقى كده عمله خلاص انتهى. الراجل السيروتونين ده زي ما قلت لك اهوت بيحتوي على حلقه بنزين وعليها او اتش. يجي اخونا الان ميثايل ترانسفيريز يقوم حاططلع على الاو ديت مكان الاتش مجموعه ميثايل، يبقى كده خلاص البيوجينيك امين ده اللي هو السيروتونين ما عادش شغال. السيروتونين ده كانه عباره عن ايه؟ مشتقات من مين؟ من الاندول. مش كنا بنقول الراجل ده اسمه اندول حلقه بنزين فيوزد مع البيرول او كنت بقول عليه الازول. ده الاستراكشر يم مين يا شباب؟ يم السيروتونين. السيروتونين ده نيورو ترانسميتر موجود، ده اللي بيخلي حضرتك سعيد وبيضيع عندك الاكتئاب وبيخليك كده يوفوريك ومزاجك زي الفل. هذا السيروتونين ده بعض الاحيان بيسموه هرمون السعاده. يجي بعمل له عمليه ميثيليشن بالان ميثايل ترانسفيريز، يروح على الاو ديت
يبقى بيعمل او ميثيليشن، او ميثيليشن. طب لما نعمل ميثيليشن على الان يبقى اسمها ان ميثيليشن. طبعا اللي قدامك في النص ده عباره عن النيكوتين، النيكوتين اتكلمنا عليه في حاجات تانية كتير قوي. ممكن برضو يحصل على النيكوتين ده ان ميثيليشن. ان ايه يا شباب؟ ان ميثيليشن. زي ما قلت لك قبل كده عمليه الميثيليشن لا تؤدي، الى بولر ووتر سيلبل ميتابولايت اللي هي بتاعت الفيز 2، قايل لك من اول المحاضرات الاستايليشن والميثيليشن، انما بتؤدي لايه؟ بتؤدي ان انا بعمل ان اكتيفيشن للدراج. والباث واي ده بتاع عمليه الان اكتيفيشن للدراج بعمليه الميثيليشن بيكون كلش ماينور، بيكون كلش قليل، يكون كلش ايه يا شباب؟ كلش قليل في عمليه الميتابوليزم للزينوبيوتيك ايجنت والدراج، كلش ماينور، كلش قليل هذا الباسوي، ولكن بيحدث. انما هو اساسا الوظيفه بتاعته موجوده جوه الجسم، نيورو ترانسميتر ربنا خلقها جوه الجسم، بيقول عليها بايوجينيك امين زي النور ابينفرين والدوبامين والسيروتونين والهيستامين زي ما شفنا شكلهم. ماشي يا شباب؟ دولت بيحصل لهم عمليه ان انا بنهج عملهم عن طريق ان انا ممكن اعمل على الهيستامين اعمل له ان ميثيليشن، بان ميثايل هيستامين بان اكتف. السيروتونين نفس الكلام ممكن يحصل عليه الاثنين على الاو اتش. ماشي يا شباب؟ يحصل عندي على الاو اتش في السيروتونين، ويحصل برضو عندي على مين؟ على الايه؟ على البرايمري امينو جروب. ممكن برضو البرايمري امينو جروب يحصل عليها ان اسيتايليشن، مفيش اي مشكله خالص. ما انا بقول لك كذا باص واي يعني كله ممكن. مش احنا قلنا الاستايليشن بتتم من لي على البرايمري امين، الحاجات اللي بتحتوي على امينو جروب برضو ده احتمال يحصل عليه ان اسيتايليشن. فانا عشان ادخل بقى ميثايل جروب على الدراج بتاعي وانهي عمله الميثايل جروب بقى ويبقى ان اكتف، بدخل عليها ازاي؟ عن طريق كو انزيم اسمه اس ادينوزايل ميثيونين. اس ادينوزايل ميثيونين يبقى اختصاره سام اس، ادي الاس، ادينوزايل ادي الادينوزايل، ميثيونين ادي الام، يبقى اختصاره سام. يبقى خدنا بابس في عمليه السلفيشن وخدنا السام في عمليه الميثيليشن دلوقتي حالا. وقلت لك الميثيليشن بيحصل له كاتلايزيشن بانزيم اسمه ايه؟ من الاسم ميثايل ترانسفيريز. فميثايل ترانسفيريز انزيم اختصارها الام تي اس. اه ازاي بقى بيحصل عمليه الباو اكتيفيشن بقى واكون الكو انزيم اللي هو السام؟ ربنا ياخد ولاد العم سام ولا عم ولا نيله. انا عندي هنا ادى الميثيونين، الميثيونين ده عباره برضو عن سلفر كونتيننج امينو اسيد، هو بيحتوي على سلفر. بس فرقه ايه عن الميثيونين اللي كنا بنقوله في الجلوتاثيون؟ جلوتاثيون كنت بقول السيستاين كان عند البريدج ده سي اتش 2 واحده، فانا عندي هنا اتنين. ايه تاني الاختلاف التاني؟ السيستاين كان اس اتش، ديت اس ميثايل، والميثايل ديت هي دي اللي احنا هنعوزها في عمليه الميثيليشن، اس ميثايل. يبقى انت كده عرفت الفرق ما بين السيستاين والميثيونين، الاثنين متشابهين اللي بيقول عليهم سلفر كونتيننج امينو اسيد. السيستاين عند السايد تشين ده في سي اتش 2 واحده بس، وفي عند الاس موجود على هيئه اس اتش. طب الميثيونين؟ لا انا عندي اثنين سي اتش 2، والاتش بتاعت السيستاين عباره عن ميثايل جروب. الراجل ده الميثيونين ده يحصل له عمليه اكتيفيشن بالادينوزايل ترانسفيريز، يعني هدخل عليه الادينوزين اسمه ميثيونين ادينوزايل ترانسفيريز انزيم. ميثيونين ان هو شغال على الميثيونين، ادينوزايل ان هو هيدخل على الميثيونين مجموعه الادينوزين، عشان كده اسمها ادينوزايل. يبقى الانزيم اسمه ايه؟ عمل اسمه ترانسفيريز، يعني نقل مجموعه الادينوزين وحطها على الميثيونين امينو اسيد. عن طريق مين؟ عن طريق الاي تي بي، عن طريق الاي تي بي. كنا بنستخدم برضو الاي تي بي في عمليه الجلوكورونيديشن للجلوكول الفا دي جلوكوز 1 فوسفيت، عشان احوله الى اليوريدين داي فوسفيت الفا دي جلوكوز. اربط الحاجات مع بعضها الله يكرمك. اداني ده قدامي ده دلوقتي
لما دخل على الاس دلوقتي الادينوزين هيروح يرتبط عندي في الاس باللون بير اللي موجودين عليها. يبقى كده لما عملت رابطه مع السي اتش يو بتاعت الادينوزين دي يا شباب، يبقى الراجل ده فقد 2 الكترون، اصبح عليه شحنه ايه؟ شحنه موجبه. يبقى اللي طلع عندي ده بقى اللي هو السام، اللي هو الاس ادينوزين مسيونين او اس ادينوزايل مسيونين. طيب يبقى الاس ادينوزايل مسيونين يبقى هو ده الاكتف كو انزايم. هيروح بقى السبستريت بتاع زي ما بنقول كل مره، ده اللي هو الدراج بتاعي. الدراج بتاعي بيحتوي على ايه؟ حسب بقى، بيحتوي على او اتش، يحتوي على ان اتش، يحتوي على اس اتش، حسب اللي بيحتوي عليه. هيجي يحصل عليه ايه بقى؟ الدراج بتاعي كل ما هنالك الدراج الار اكس اتش، يعني ده الدراج بتاعي ار، والاكس ديت اللي هي او او اس او ان او زي ما تكون، ومتصله باتش. دي اللي الفانكشن جروب اللي طلعت عندي من فيز 1 اللي هي الودان ديت، عليها لون بير من الالكترونات. هتقوم جاي عندي الاس واخده الرابطه اللي بينها وما بين، ما بين مين؟ ما بين الميثايل. يبقى الميثايل هتخرج از سي اتش 3 وعليها شحنه موجبه، يبقى عاوزه الكترونات. ميثايل كاتايون هتروح على مين؟ هتروح على الدراج بتاعها او الفانكشن جروب اللي عليها اللون بير من الالكترونات. هتخرج وتديني ار اكس سي اتش 3، ار اكس، الاكس دي اللي هي مين؟ او او ان او اس. يبقى عملت ميثيليشن على الدراج بتاعي باستخدام الان ميثايل ترانسفيريز. وفي الاخر رجع عندي مين؟ رجع عندي السام كما كان، اللي هو الكو انزايم، اللي هو الاكتيفيتد كو انزايم، اللي هو السام اهو، اس ادينوزايل، بس في غير وجود مين بقى؟ غير وجود الميثايل، مش موجود، علشان كده بقى اسمه ايه؟ اس ادينوزايل هوموسيستين. ده كده سام اس ادينوزايل ميثيونين، لان الميثيونين يحتوي على ميثايل، يبقى الميثيونين كده سورس ميثايل جروب بتاعته لعمليه الميثيليشن. فالراجل ده لما حذفت منه الميثايل اللي راحت ارتبطت بالدراج وحولته لي الى ان اكتف، بقى فاقد الميثايل. في الحاله دي ما بقاش اسمه ميثيونين، بقى اسمه ايه؟ هوموسيستين. هوموسيستين يعني زيه زي السيستين بالظبط، بس طبعا الاس من غير الاتش لانه مرتبط عندي هنا بالادينوزين. ماشي ماشي يا شباب. وفي نفس الوقت يختلف برضو عن اخونا السيستين، ان السيستين عندي سي اتش 2 واحده، عشان كده قلنا عليه هوموسيستين. يبقى اداني اس ادينوزايل هوموسيستين، وحصل الدراج بتاعي عمليه الميثيليشن. ما هي معنى كلمه الميثيليشن؟ هحاول ادخل عليه انترودكشن اوف ميثيل جروب. انترودكشن اوف ميثيل جروب. يبقى بالنسبه لعندي بقى الانزيم اللي هي الميثايل ترانسفيريز ديت، ممكن يكون عندي كاتيكول اوميثايل ترانسفيريز، اللي هو اختصاره الكومت، اللي بيكسر عندي الكاتيكولامينز، اكيد خدتوها في الفارماكولوجي، اللي هو الكومت. كاتيكول من الاسم، كاتيكول سي يعني كاتيكول، اورثوميثايل ترانسفيريز يعني بيدخل على الكاتيكول مجموعه ميثايل بانزيم اسمه الترانسفيريز. ده بيقول ايه؟ لان هي بتخش الميثايل على مجموعه او اتش هي موجوده في الكاتيكول. في عندي انزيم اخر اسمه فينول اوميثايل ترانسفيريز. احنا قلنا كلمه فينول جروب يعني حلقه بنزين متصله باو اتش، يعني هروح على الاو اتش بتاعت الفينول، احط مكان الاتش احط مكانها مجموعه ميثايل، يبقى اسمه فينول اوميثايل ترانسفيريز. ايه الفرق ما بين الفينول والكاتيكول؟ الفرق ما بين الفينول والكاتيكول، الكاتيكول حلقه بنزين عليها 2 او اتش ورا بعض. هنقولها لك دلوقتي المثال بتاعها في الاستراكشرات. الفينول حلقه بنزين عليها او اتش واحده بس. في عندي نون سبيسيفيك ان ميثايل ترانسفيريز، لما يبقى عندي امينو جروب، فلما ان يبقى امينو جروب هيحصل لها عمليه ميثيليشن. زي ما قلت لك كده الامينو جروب هي مخصوصه في عمليه الاسيتيليشن. الاسيتيليشن لا يتم الا على امينو جروب، برايمري امينو جروب وفقط. فعندي اس ميثايل ترانسفيريز يعني ايه؟ يعني عندي اس اتش جروب في الدراج بتاعي هيروح يحصل عليها عمليه ميثيليشن، هتبقى اس ميثايل بس كده. كان هنا الكلام اللي احنا قلناه هنا ده في الار اكس هي حسب مين؟ حسب الاكس، يا اما او يا اما اس يا اما ان.
ادى النور ابنفرين اللي كنت بقول لك عليه، اللي هو عباره عن برايمري اروماتيك امين، برايمري اليفاتيك امين في السايد تشين، وده كان بيقول عليهم بينتموا الى عائله الكاتيكول امين. دي كده كاتيكول اهو، كاتيكول حلقه بنزين عليها اتنين او اتش ورا بعض، يبقى دي كده بقول عليها كاتيكول. علشان كده الادرينالين والنور ادرينالين بنقول عليهم كاتيكول امينز. امين عند السايد تشين الاليفاتيك ده يحتوي هنا، لو هو برايمري امين، برايمري امين يبقى اسمه نور ابينفرين زي ما شرحت لك في الاول، او نور ادرينالين. الار دي طبعا اسمها ايه؟ عباره عن او اتش، حتى هم اسمهم كاتيكول ايسايل امين، لان انا بيبقى عندي مجموعه ايه؟ اثنين كربون فقط، اثنين كربون فقط. بعض الكتب او في الفارماكولوجي يقول لك كاتيكول ايسايل امين او ايثانول امين، ايثانول امين، ايثانول ليه؟ لان عندي الار ديت عباره عن او اتش، سواء ادرينالين او نور ادرينالين، سواء ادرينالين او نور ادرينالين، الار ديت عباره عن ايه؟ عباره عن او اتش، يبقى اسمهم كاتيكول كاتيكول ايثانول امين، كاتيكول ايثانول امين، جنرال نيم اهو، ادا كاتيكول وادا الايثانول، مش عندي اثنين كربون وعليها او اتش يبقى اسمها ايثانول، وادا الامينز يبقى اسمها كاتيكول ايثانول امينز، او جنرال برضه اتقال عليها كاتيكول امينز. انما الادرينال والنور ادرينال او النور ابينفرين والابينفرين اتقال عليهم كاتيكول ايثانول امينز، لان هما لا يحتووا على اكثر من اثنين كربون، والكربون متصله باو اتش الكهوليك، يبقى دي بقول عليها ايه؟ كاتيكول ايثانول امين. قلت لك النور ابينفرين او النور ادرينالين معناه ان انا عندي برايمري امين او برايمري امين اهو. الراجل ده لو انا عايز احول النور ادرينالين الى ادرينالين، يبقى الان اتش ديت هيحصل على ان ميثيليشن وتتحول الى ان اتش ميثايل، زي ما قلنا في الاول ان انا بستخدمه في عمليه البايو سينسز لبعض الايه، لبعض النيورو ترانسميتر، او بعمل عمليه ديجراديشن او ان اكتيفيشن، اجي على الراجل ده هو في البوزيشن رقم 3 واستبدل، يحصل على او ميثيليشن واستبدل الاتش بمجموعه ميثايل اللي هي جامعه كاتيكول، من اسمه كاتيكول اورثو ميثايل ترانسفيريز. اورثو ليه؟ لان او اوكسجين او اورثو، لان الاثنين دولت لبعض اورثو، الاثنين او اتش، او اقول عليها او ميثايل كاني بقول عندي اوكسجين، يعني هذا او ذاك. لو قلت الاو اوكسجين يبقى اهو، يبقى مكان الاو والزق فيها ميثايل، وتحل الميثايل محل الاتش. الميثايل دي جت لي منين؟ الاكتيف فورم بتاعها اللي هو مين يا شباب؟ السام، اس ادينوزايل ميثيونين، الاس عليها شحنه موجبه، هتاخد الاثر اللي بينها وما بين الميثايل، تطلع الميثايل كاربوكاتين عليها شحنه موجبه كامله، تروح تمسك عند هنا في الاو اللي عليها لون بير من الالكترونات، مش قلت لك الدراج عندي ار اكس اتش اهو، اهي دي كلها الار، وادي الاكس اللي هي الاو، وادي الاتش اللي هي مرسومة عندك ديت البسيطة ديت اللي بنقولها لك كل مرة، اللي هي دي اهو، ده السبستريت ده اللي هو الدراج بتاعي. فالار ديت اللي عندك ديت تعتبر كل المركب ده، وادي الاو اللي هي تعتبر الاكس، وادي الاتش. فالميثايل هتطلع، هروح تمسك لي في الاو، هتخرج عندي الاتش از اي از بروتون، يبقى عندي او ميثايل، او ميثايل. اداني بقى النور ابينفرين تحول الى نور ميتانفرين، نور ميتانفرين. لو عندي الار ديت، الار ديت بتساوي اتش، لو الار ديت بتساوي اتش يبقى اللي عندي ده مش، ما اقولش عليه بقى ادرينالين ولا نور ادرينالين، الراجل ده بقول عليه، بقول عليه دوبامين، دوبامين، الدوبامين، بقول عليه يا شباب ايه دوبامين. يبقى الدوبامين ده عباره عن حلقه كاتيكول، حلقه بنزين متصله باثنين او اتش في البوزيشن 3 و4 ورا بعض، ما هي ديت الكربونه دي رقم 1، دي رقم 2، دي 3، ديت 4، عشان الناس تبقى عارفه جت 3 و4 منين، 1 2 3 4. يبقى نور ابينفرين، يبقى الارض بتساوي او اتش، الكول ايثانول امين، كاتيكول ايثانول امين، لو الار ديت بتساوي اتش يبقى الراجل اللي عندي ده اسمه دوبامين. يبقى الدوبامين عباره عن كاتيكول اللي انت شايفه ده، وهنا سي اتش 2 سي اتش 2 ان اتش 2. تمام. في طبعا ناس شاطره دلوقتي يقول يا دكتور ده ممكن يحصل عليه فيز 1 ميتابوليزم،
والسي اتش دي تعتبر الفا بالنسبه للان اتش 2، ويحصل عندي دي امينيشن ويخرج عندي مش دي امينيشن سيرتيف دي امينيشن. يعني ايه؟ يعني الان اتش دي هتخرج، ده طبعا هتخرج ازاي؟ هتاخد اتش من الاثنين دول، يبقى هتخرج از ايه؟ از امونيا ان اتش 3. وقلت لك عندي في الاوكسيداتيف دي الكايليشن او دي امينيشن، الاتش اللي خرجت هتحط محلها ايه؟ تروح للكربونه حاطط لها سي، حط لها دبل بوند او. بقى الراجل اللي عندي ده عباره عن سي اتش 2 وبقيه المركب. اللي بيعمل العامله دي يا شباب الانزيم اللي انت خدته اسمه الماو. يا راجل يا ماو، مونو امين اوكسيديز انزيم. الاوكسيديشن يعني بيعمل لي اوكسيديز، يعني بيعمل لي اوكسيديشن اللي هو فين؟ اللي هو عندي في فيز 1. في فيز 1 برام اوكسيديشن، ما فيز 1 اسمه مونو امين اوكسيديز، او يعني بيشتغل على الامين. يبقى ده بيعمل لي اوكسيداتيف دي امينيشن، هيطلع لي الان اتش 2 از ان اتش 3. ان جنبها الفا كربون كانه شبيه بالكربينول امين انترميديت انستابل، وتعمل نفس الميكانيزم. يبقى ال ان اتش 2 هيحصل لها دي امينيشن، يعني هتخرج على هيئه امونيا، مش خدت اتش من الاثنين اللي فوق دولت، يبقى ان اتش 3. وقلت لك من غير فهم السي مكان الاتش اللي خرجت حط لها دبل بوند او، دبل بوند او بقى اسمه الدهايد، بقى عندي سي دبل بوند او اتش، بقى اللي طلع عندي ده عباره عن الدهايد. يبقى ده عباره عن فيز 1 اللي هو الماو، مش انت بتاخد في الفارماكولوجي ان الراجل ده الكاتيكولامينز بتتكسر بالماو والكومت، يبقى الماو بيشتغل في المكان ده بيعمل لي دي امينيشن واحوله الى اكتف. ان اكتف ليه؟ لان الامينو جروب كلش فارماكو فورو جروب اسينشال للاكتيفيتي في مين يا شباب؟ في الكاتيكولامين، في الباراسمباثيك نيرفس سيستم نيورو ترانسميتر الادرينال ونور ادرينالين. ونفس الكلام في الدوبامين اللي بيبقى متعلق بعمليه الباركنسونيزم اللي شغال جوه البرين. نفس الكلام برضو الاو اتش ديت لما تحولت الى اوميسايل، الاو اتش ديت عباره عن فارماكو فورج جروب، لما بقت اوميسايل ما عادتش فارماكو فورج جروب، ما مش هترتبط على الريسبتور. الان اتش 2 لما خرجت كانت الان ديت بتعمل لي انايونيك بوند مع الريسبتور، ما عادتش موجوده لما حصل بالماو. بقى المركب، وانا قلت لك في الاول الراجل ده احنا بنستخدمه ليه؟ الميثيليشن، علشان احول المركب الى ان اكتف. قلت لك هو بيحصل بيكون كلش قليل على مين؟ على الزينوبيوتيك ايجنت، الحاجات اللي جايه بره الجسم، دراج او غيره. انما هو الوظيفه الاساسيه بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ان اكتيفيشن. قال لك في الاول زي ما شرحنا للبايوجينيك امينز اللي موجوده انديجونس جوه الجسم، اللي منها النور ادرينالين والادرينالين والدوبامين. ادي امثله عندي الفا ميثايل دوب اهو، انا عندي ده البوزيشن، ادي كاتيكول اهو يا شباب اهو. يجي على ديت السهم ده بيقول لك ان هيحصل لنا عمليه الميتابوليزم بالميثيليشن، يعني الاو اتش تتحول الى او ميثايل. والميثايل جايه منين يا شباب؟ من السام. هنا نفس الكلام، عندي هنا ال دوبا ده برضو نفس الكلام في الثلاثة بوزيشن. عندي هنا الايزوبروتورينول ده حاجة بيوسع للشعب الهوائية، نفس الكلام الراجل ده في البوزيشن رقم ثلاثة. وخلي بالك الحاجات ديت احنا كنا قبل كده بنعمل عليها البوزيشن ده برضو ممكن نعمل عليه سالفيشن. كنت بقول لك ان السالفيشن بتتم مين؟ على مين؟ على الفينوليك او اتش جروب، يعني حلقة بنزين وعليها او اتش، يعني الراجل ده يحصل عليه سالفيشن وفي نفس الوقت يحصل عليه او ميثيليشن والسلفيشن كمان اكتر، لان ده بيكون كلش قليل على الزينوبيوتيك ايجنت، خصوصا لان ايزوبروتينول ده دراج جاي من بره الجسم، جاي من بره الجسم. الدوبيوتامين ده دراج برضه عباره عن بيتا 1 سيلكتيف، برضه في البوزيشن رقم كام؟ رقم 3، اتحول الى او ميثايل، لان الاو اتش كانت عباره عن فارماكو فورو جروب، مجموعه بتروح ترتبط مع الريسبتور تعمل لي دراج ريسبتور كومبلكس. وكل الكلام اللي قلناه في فيز 1 ده انا عندي دي هتحصل عليها اوكسيداتيف دي الكايليشن، لو عملنا هنا يحصل له اوكسيداتيف دي امينيشن ويخرج له كل ده. فطبق بقى كل اللي احنا خدناه. عندي هنا الاو اتش ديت في الاثنين هيدروكسي 17 الفا ايسينايل استرادايول. استرادايول يا شباب اللي هو الاستراكشر ده من غير الايسينايل ومن غير الاثنين هيدروكسي، ده كده اسمه استرادايول. فلو جينا نرقم
الكربونه ده هي رقم 17، ده شبيه بالميثايل بريدنيزولون، عباره عن استرويدال نيوكلاس. قلت لك 3 6 ممبر درينج، والاخر الرابعه 5 ممبر درينج، عباره عن سايكلوبنتين. فالبوزيشن ده رقم 17. واحد، احنا بنبدا ترقيم من هنا، واحد اثنين ثلاثه، عشان كده اثنين هيدروكسي، ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10 11 12 13 14 15 16 17. الكربونه ديت 17، 17 عليها مين؟ مجموعه السي تريبل بوند سي اتش، هي مجموعه الاسيتيلين. الاسيتيلين بالايوبات نيم اسمه اي سي نايل او الاي ساين، لما كنت بتاخده في سنه اولى اي ساين، فيبقى سبستيتوانت يبقى اسمه اي سي نايل، يبقى ده اسمه اي سي نايل. يبقى 2 هيدروكسي، 2 هيدروكسي، 17 الفا، البوزيشن ده قول عليه الفا، اي سي نايل استراديول. ادي الاسترادايول اللي انا عامل لك عليه الايه؟ المربع اللي سيادتك شايفه ده، ده الاسترادايول. فعندي في البوزيشن رقم 2 في 2 او في هيدروكسي جروب، البوزيشن رقم 17 في اي سي نايل او اسيتيلين جروب. نفس الكلام، يبقى اللي هنا ديت الاو اس، واعتبر دي كاتيكول رينج موجوده على حلقه بنزين، يبقى ده برضه يحصل له عليه عمليه الايه؟ عمليه الايه؟ عمليه الميثيليشن. عمليه ايه يا شباب؟ الميثيليشن. بقول لك ان البيس ميثيليشن، يعني لو انا عندي 2 او اتش اعمل بيس ميثيليشن؟ لا، زي بالظبط ما قلنا ما بيحتاجش الموضوع ده، زي ما قلنا في الجلوكورونيديشن والجلوكورونيك اسيد ما ينفعش احط جلوكورونيك اسيد على مجموعتين. طيب ده هل المجموعات اللي هو اتش ديت جلوكورونيك اسيد ينتم عليها برضه بالباس واي؟ يعني الدراج كله ما بيخشش، الدراج كله بيخش في العديد من الباس واي. مش قلنا الجلوكورونيك اسيد ده مالك الجسم وبيتم على المركبات او الدراج اللي فيها او اتش وان اتش 2 فيها اس اتش وكربوكسيليك اسيد جروب، فكل ده يتم عليه. الاو اتش الفينوليك يتم عليها برضه سلفيشن، الاو اتش جروب برضه اللي هي الفينوليك يتم عليها برضه، او بتاعه الكاتيكولامين يتم عليها مجموعه الميثيليشن ولكن بدرجه قليله. انما عمليه الميثيليشن مين اللي شغاله على مين؟ على الحاجات اللي هي اندوجينس جوه الجسم عشان تحولها ان اكتف وتنهي عملها، زي الكاتيكولامينز وزي السيروتونين وزي اخونا الهستامين. امثله اخرى اهو، خدنا المورفين. المورفين انا عندي ادي عندي اهوت او اتش فينوليك، الاو اتش الفينوليك ديت ممكن يتم عليها حاجه، يمكن يتم عليها جلوكورونيديشن، ممكن يتم عليها ايه؟ سلفيشن، ممكن يتم عليها ايه؟ ميثيليشن، ويحول لي المورفين الى ان الى ليس اكتف، مش بقول لك ان اكتف، الى ليس اكتف فورم اللي هو مين؟ اللي هو الكوديين. بدليل ان الكوديين لما بيفقد الميثايل ويتحول الى مورفين، تعرفين تحول الى مورفين ازاي؟ او ميثايل، خدناها المثال ده بالظبط في الاوكسيداتيف دي الكايليشن، لما عندي او ميثايل، الاو ميثايل عندي اكسجينه متصله بالفا كربون عليها هيدروجينه، يبقى الراجل ده هيعمل ايه؟ الثلاثه ميثايل دول هيفقد واحده منهم يوديها للاو تتحول الى او اتش، والميثايل تخرج على هيئه مين؟ على هيئه فورمال دهايد. اهو قلت لك مش فقدت من الثلاثه واحده للاو، حط للسي دبل بوند او بقى اسمها سي اتش 2 دبل بوند او اللي هي اتش سي دبل بوند او اتش اللي هي الفورمال دهايد، ويتحول الكوديين الى مورفين اللي هو الاكتف فورم بتاعه لما جبناها في الكويز اللي فات. المورفين لما بتاخده او الناس بتتعاطاه، ربنا يعافينا، المورفين بيعدي على الليفر يقوم جاي حصل له عمليه الميثيليشن، تحول الى اوميثايل، بقى جزء منه كده اصبح انكتف، لان الكوديين علشان يحصل له اكتيفيشن لازم يتحول الى الاو اتش اللي هو الاكتف فورم بتاعه اللي هو المورفين. طيب يبقى انا ممكن يحصل هنا او ميثيليشن. طيب عندي امانتادين دراج، يبقى انا هيحصل عندي هنا ايه؟ ان ميثيليشن. هل هنا ال ان اتش 2 الامانتادين دراج ده بقول عليه انتي فايرال دراج، مضاد للفيروسات الامانتادين ده، هل الامانتادين ينفع عليه سلفيشن؟ لا، ليه يا سيد؟ لان السلفيشن ما تنفعش الا على بتكون مينلي على الفينوليك او اتش. طيب مين تاني اللي ممكن يحصل عليه على الراجل اللي عليه ان اتش 2؟ طبعا اللي قلنا عليها الاسيتيليشن، احنا قلنا الاسيتيليشن لا تتم الا على الفري امينو جروب وبس.
لسه شارحينها النهارده وقال لنا قبل كده. عندي دراج اسمه نور افيدرين، النور افيدرين عندي اهو، ممكن يحصل عندي مين؟ هيحصل عندي اهو ان ميثيليشن، ان ميثيليشن، ان ميثيليشن. طب هل الان ميثيليشن بس؟ ممكن يحصل عليه فيز 1 اوكسيداتيف دي الكايليشن او دي امينيشن. اهو ال ان اتش 2 متصله بالفا كربون، احط مكان الاتش ديت دبل بوند او، والراجل ده هوت يخرج وياخد الاتش، يبقى طلع از ان اتش 3 امونيا، وده بقى عباره عن كيتون اهو، سي دبل بوند او، يمينه كربون شماله كربون، يبقى ده عباره عن كيتون. لو حصل عندي اوكسيداتيف دي الكايليشن، عندي او اتش الكهوليك، يتم زي ما قلت لك انت عندك الدرج حسب الفانكشنال جروب تشتغل زي ما انت عاوز. في عندي النيكوتين زي ما الحاجه اللي انا كنت جايبها لك هنا في السلايد ديت، النيكوتين اهو قلت لك هيحصل عليه ان ميثيليشن، او النيكوتين حصل عليه ان ميثيليشن. الحاله بقى بتاعت الان ميثيليشن ده هو الوقت النيكوتين ده حصل له ميثيليشن، كان عباره عن ايه النيكوتين الان ديت؟ كانت عباره شبيهه بالترشري امين، ما الان حواليها ادي اتنين اسرع وادي اسرع، يبقى ترشري امين موجوده في البريدين، فلما عملت ان ميثيليشن بقت كواترنري، بقت الان حواليها اربع اواصر، يبقى في الحاله ديت لما تبقى الان معمل ان ميثيليشن ويديني ان كواترنري يعني الان حواليها اربع اواصر، يبقى الراجل ده السوليوبيل لان هيبقى على هيئه سولت، الراجل ده السوليوبيلتي بتاعته هتبقى كلش عاليه، كلش عاليه. يبقى في الحاله ان انا اعمل ميثيليشن واحول التيرشري امين الى كواترنري امين زي ما في حاله النيكوتين ده، يبقى ده كده هيبقى بقى عندي شحنه موجبه، والراجل ده هيبقى موجود على هيئه سولت، يبقى الراجل ده هيبقى السوليبيليتي بتاعته كلش عاليه. غير ان انا عملت له عمليه ترمينيشن للاكتيفيتي او ان اكتيفيشن، خليته برضو ايه يا شباب، خليت السوليبيليتي بتاعته علت، وهي دي الحاله الوحيده في عمليه الميثيليشن، ان انا احول الان من ترشري امين الى كواترنري امين، يعني ان مكان ما هي متصله بثلاث اواصر اصبحت متصله باربعه. عندي هنا النيكوتينيك اسيد نفس الكلام، لسه قايلين حالا ان الان اهو تتحول الى سي اتش 3، لما النيكوتينيك اسيد في الحاله دي يتحول الى سي اتش 3 بنقول على النيكوتينيك اسيد حاجه اسمها تراي جونيلين، تراي جونيلين شرحينه السنه اللي فاتت، وبرده المفروض خدتوه في العقاقير او هتاخدوه. بروبايل سايويوراسيل، السايويوراسيل اللي عندي ده اللي كان طالع عندي من عمليه الازا سايوبريم اللي هو كان ان اكتف وتحول لي الى اس اتش من فيز 1 اس اتش، كانت عندي الاول اس ميسايل اتحول لي الى اس اتش، الاس اتش ديت هيحصل لها ايه؟ ممكن يحصل لها ايه؟ اس ميثيليشن بمين؟ بالاس ميسايل ترانسفريز انزايم اللي هو الاكتيف فورم اللي هيديني الميسايل دي اللي هو مين؟ اللي هو السام، السام الاس ميس الاس ادينوزايل ميسيونين. عند الدراج ده دايمر كابرول ده 2 و3 دايمر كابتو، قلت لك مجموعه الاس اتش يقال لها بعض الاحيان ميركابتو، عشان كده قال لك 2 و3 دايمر كابتو، 1 بروبانول، 1 بروبانول، ده مش ده كده بروبانول كانه سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش، استبدلت اتش من هنا باس اتش واستبدلت اتش من هنا باس اتش، بقى 2 و3 دايمر كابتو 1 بروبانول، يعني الكربون رقم 1 هي اللي عليها او اتش 1 بروبانول، او اقول بروبان 1 اول، هي هي بالظبط. السته ميركابتو بيورين اللي في الازا سايوبريم، دي اللي في الازا سايوبريم اللي هو عباره عن اميدازول رينج اتاتشد مع بايرميدين رينج، انما ده لا ده مش جاي من الازا سايوبريم، ده دراج لوحده بروبايل سايو يوراسيل، ده ان سمول ديت معناه ان ده نورمال، يعني سي 3 اتش 7 يعني سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3، ده اسمه 6 ميركابتو، لان هنا بنيجي نعد كده بنقول منها 1 2 3 4 5 6، له تسميه خاصه اللي هو عبارة عن الأدينين ده، حطينا له اس اتش باسمه 6 ميركابتو بيورين أو البيورينز، ماشي يا شباب؟ يبقى الراجل ده هيبقى عندي اس ميسايل، الميسايل هتجيله منين؟ هتجيله من السام. احنا كده هنقف عند الفاكتور اللي بتأثر على عملية الميتابوليزم،
ان شاء الله يا شباب، هم باقي صفحتين وكلهم اغلبيتهم كلها حاجات كلاميات هنخلصهم، وان شاء الله يوم الاحد القادم بمشيئة الله تعالى وفضله هنتكلم على الاسيد بيز بروبارتز ان شاء الله، ويبقى كده خلصنا كل الجزء الميتابوليزم ان شاء الله. عندنا امتحان شامل في الفيز 2، انا قللت عليكم ما رضيتش اجيب من الفيز 1 كل الميتابوليزم، من عند الفيز 2 للاخر ان شاء الله تعالى، وعايز مذاكره تمام يا شباب، وربنا يوفقكم ويكرمكم. وبرضه بكرر لكم بقى، الناس اللي نجحت الف مليون مبروك، والناس اللي مكمله عندها اي مواد، في الغالب الناس مكمله على درجه او درجتين، فان شاء الله برضه يعني هم شبه ناجحين، يعني لما ياخدوا قرار في الدور الثاني ربنا يكرمهم. بس اهم شيء بقى طبعا عشان الموضوع ده اللي حدده نتيجه الدور الكورس الثاني، سواء برضه الناس اللي ناجحه، لو انت ناجح بمقبول متوسط وكلام ده، لا شد حيلك، انت عندك ثلاثه وزاري وعندك مواد ثانيه، فيعني رب احنا عايزين ربنا يعدكم بالسلامه وتكونوا في المرحله الرابعه، فالناس تبذل اقصى مجهود اقصى مجهود وتيجي على نفسها، ما تقولش ان انا ناجح في الدور في الكورس الاولاني، ده مش انت كده ما نجحتش في السنه. انا بخوفك علشان مصلحتك، علشان مصلحتك. وبرضه بقرر لكم برضه الايه؟ اقول لكم برضه الف مبروك، ونلتقي على خير ان شاء الله، اعمل لكم محاضره ثانيه ان شاء الله اليوم او غدا، وكلش صغيره على مود ان نخلص كده، يبقى خلصنا عمليه الميتابوليزم، ويبقى نبقى نحل عليه اسئله وكلام ان شاء الله تعالى، بس بعد ما نعمل الكويز ان شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.